بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأهلي في المونديال. الأهلي في المونديال كالعادة، كل ما يحدث في بعثة النادي الأهلي وكل ما يحدث الحقيقة مع النادي الأهلي في الإمارات بنحاول ننقله لحضراتكم من خلال هذا البرنامج. النهاردة وكالعادة الحقيقة خلال أو منذ بداية هذا البرنامج وحتى الآن كل يوم بيبقى معانا نجم من نجوم شاشة قناة النادي الأهلي، برضو خدناها من الصبح جبناها بالليل النهاردة علشان يعني المرة اللي فاتت، فالنهاردة كمان جبناها علشان تكون معانا النهاردة نجمة طبعا نهوان سري. ازيك يا نهوان؟ مساء الفل عليك كابتن اسلام، مساء السعادة، وتاني مرة على التوالي بكون مع حضراتكم مع كابتن اسلام والاهلي في المونديال. هذا البرنامج اعتقد العالمي فعلا اللي بيتابعه يعني جماهير الاهلي في كل مكان في العالم، برحب بحضراتكم وتاني مرة معاكم. والنهارده بنتكلم في حدث كبير جدا واعتقد احنا بننفرد بيه كمان، وشايفين قد ايه الموضوع دلوقتي يعني واخد السوشيال ميديا واخد الصحف العالمية، وهنتكلم في كل ده. على فكرة هو كمان واخد الصحف السعودية، انا اطلعت بقى على بعض الصحف السعودية وشفت اتكلموا ازاي وبيتكلموا على اللقاء المرتقب ازاي، فكل ده هنناقشه ان شاء الله على مدار الحلقه. طبعا لانه مباراه مهمه جدا ومباراه صعبه ومباراه كبيره ومباراه ما بين ناديين كبار جدا، زعيم افريقيا وزعيم اسيا، وبالتالي علاقه ود وحب واحترام ما بين البلدين وستظل كذلك. ولكن في النهايه قبل بس ما اتكلم في اي شيء، النهارده تحديدا او منذ الاعلان عن حكم المباراه، انا بالنسبه لي حاجه غريبه جدا يا نهواند ان انا الاقي حكم بيحكم للنادي واحد. طلعوا نادي الاهلي بره وطلعوا نادي الهلال بره الموضوع، وانا بتكلم ان هل من الممكن ان في حكم يحكم مرتين او في بطوله واحده مرتين متتاليتين لنادي واحد؟ انا الحقيقه من المرات القليله جدا ان انا اشوفها، خصوصا ان هذا الحكم الفرنسي كان ضد النادي الاهلي في عدم احتسابه ركله الجزاء. وبالتالي لما نيجي نتكلم، انا بتكلم عن الحكم، ما بتكلمش عن حاجه اخرى، بتكلم ان الحكم ده ازاي يا جماعه يحكم مرتين ورا بعض؟ انا دي بالنسبه لي كلامك مش غريب ابدا، لان ناس كتير جدا كان رايها نفس الراي ده، وناس كانت على فكره ما لهاش علاقه برضو بالنادي الاهلي قوي على قد ما ليها علاقه بالمنطق، فكلامك منطقي جدا واحنا مش فاهمين، بس هنعمل ايه يعني في حاجات كتيره مش مفهومه إيه؟ من الاول يعني مش جت على دي بس. رايك انت بتلعب في ظل نهائي كاس امم افريقيا، وبتلعب في توقيتات غريبه جدا، وبتلعب بحاجات غريبه، وبتلعب بتضارب مواعيد، ولاعيبه مش عارفه توصل بمواعيدها، وعمرو السوليه مش يعني وعمرو السوليه وخمس لاعبين معاه اخرين تعبانين جدا من ان هم يجوا من الكاميرون. انت عارفه الكاميرون درجه الحراره هناك كام والرطوبه كام؟ لا حاجه اكيد. والقعده هناك عامله ازاي؟ ان انا اقعد لا احنا شو احنا تابعنا الحاله عامله ازاي والتنظيم عامل ازاي اكتر. وبعدين سيء بصراحه يعني اطلع نفسي من جو امم افريقيا علشان اروح المفروض ان انا هساعد النادي الاهلي يا نهاوند في ان انا اطلع او اكسب في المباراة السابقة عشان أوصل نهائي كأس العالم. يعني هل حضراتكم متخيلين اللي بيحصل؟ وفي الآخر ألاقي حكم ركلة جزاء واضحة 100%، مش أنا اللي قلت، كل خبراء كرة القدم في معظم أنحاء العالم اتكلموا عن هذا الأمر. صحيح. وقالوا أنا بتكلم على ركلة الجزاء بتاعت أحمد عبد القادر في المباراة السابقة أمام المباراة اللي في الدور أمام بالميراس. خلاص؟ ركلة الجزاء واضحة 100%، هو سمع قال لك لا لا مش ركلة جزاء ومشي اللعب. طب احطه تاني ليه؟ غريب. هو مفيش حكم موجود يحكم مباراه كبيره ما بين فريقين كبيرين، الزعيم في افريقيا والزعيم في اسيا، صحيح، غير الحكم الفرنسي؟ اكيد في، بس فعلا في علامات استفهام دي اللي نقدر نقول عليها، واسئلتنا منطقيه جدا، من حقنا ان احنا نسال يعني تساؤلات دلوقتي كابتن اسلام بيقولها واي اهلاوي واي شخص عنده منطق اعتقد ان هي مشروعه جدا. والنقطه الثانيه كمان لو هنرجع لفكره هنا المواعيد وتضارب المواعيد، يعني المدير الفني البرتغالي للهلال السعودي وموسيماني قد اتفقوا في نقطه مهمه جدا، وهي انتقادهم للاتحاد الدولي كره القدم الفيفا فيما يختص بالمواعيد. يعني حتى ليوناردو كان طلع تصريح وقال تحديدا كده، قال انا قدامي 72 ساعه تحديدا، طب انا ازاي 72 ساعه هقدر ان انا من خلالهم يعني اجهز وكمان اعمل استشفاء للعيبه؟ فموضوع فعلا مش احسن حاجه. وهو لازم يتفقوا في كده. هو في حاجه اسمها ان انا العب فرقه تيجي تلعب قبل النهائي والنهائي وفرقه تانية تلعب من دور ال 64 زي ما صحيح بيقولوا؟ حاجه صحيح. غريبه جدا، اولاد البطه السوداء يعني، انا حاجه غريبه جدا والله. طب لمصلحه مين ده برضو؟ انا عايز افهم، لو كل الانديه يعني والدنيا فيها عندها مشاكل وبتواجه صعوبات، ده لمصلحه مين؟ انا عايز افهم والله. ما انا عارف يعني هو انت عارفه، انا سمعت مثلا رئيس نادي الهلال وهو بيتكلم عن هذا الامر، قال لك انا قدمت للاتحاد الاسيوي والاتحاد العربي و
يعني هنسمعها حتى في الاخبار الموضوع ده، ان هو قدم ان هو ازاي يا جماعه يعني انا زعيم اسيا، هو بالنسبه له هو زعيم اسيا، وانا بالنسبه لي انا زعيم افريقيا. صحيح. كنادي اهلي زعيم اسيا وزعيم افريقيا يلعبوا ثلاث اربع مباريات واي فريق تاني يلعب مباراتين، مش فاهمها الحقيقه. صحيح صحيح. هي الموضوع كله الحقيقه بتاع كاس العالم ده تحس فيه بال مش عايز اقول عنصريه. لا هو منين يودي على فين؟ لا عارفه اللي هو على رايك منين يودي على تجيبها كده تجيلها كده كده يلا عارفه الفيلم ده هو كده بالظبط. فالحقيقه برضو ارجع مره اخرى لموضوع الحكم، لانه دلوقتي بيقول لي عمر ان بيقول ايه؟ ان بعض المصادر من الاتحاد هم سربوا يعني بعض المصادر بتقول اصل كل الحكام مصابين فعلا. او معظم او انه حكام مصابين. سبحان الله. وفي حاجه اسمها كده كل الحكام مصابين؟ بجد يا جماعه كل الحكام اثنين مصابين وواحد افريقي ما نقدرش ندهولك بجد والله الكلام ده حقيقي؟ طيب يعني طيب ماشي طيب. نغير الموضوع احسن عشان انا رايح نغير عشان الموضوع. انا بصراحه لانه الحكم عليه بجد عليه علامات استفهام كبيره جدا طبعا بدايه غريبه. كان عدائي جدا في تعاملاته مع اللاعبين في المباراه السابقه ويعني حتى حمدي فتحي كده قعدوا يشاوروا هو والحكم يعني معرفش. انا بشوف ان كان في الامكان افضل مما كان. انا لا ابرر شيء ولكن من دلوقتي يعني ما بقولش ان، لكن انا بشوف ان الحكم ده يستحق او هذه المباراه الكبيره جدا ما بين الكبيرين الحقيقه تستحق حكم افضل من كده، تستحق حكم افضل من كده. ومش عايزين نلغط في هذا الموضوع كان ايه اللي هيحصل، وبالنسبه لي حاجه غريبه كان ايه اللي هيحصل لما احط حكم له اسمه علشان يحكم مباراه ثالث ورابع ميداليه كاس العالم ما بين زعيم اسيا وزعيم افريقيا. هو يعني هو الحكم ده مش هيحكم كاس عالم 22 ليه؟ ما اعرفش انت يعني الموضوع ده الحكم ده لن يحكم في كاس العالم 22 ليه؟ فعلا سؤال برضو منطقي. على كل حال يعني انا رايي انا عشان خاطر انا بقيت يعني على كل حال طبعا يمكن ده المشهد واحنا عارفين ملابسات الموضوع ويمكن مش افضل شيء ابدا ولا افضل ظروف، ولكن احنا الاهلي هي دي النقطه برضو. على كل حال نتمنى ان شاء الله ان احنا نحقق رغم اي ظروف رغم اي تحكيم رغم اي مشاكل حوالينا ان احنا نقدر ان احنا نقف على رجلينا زي ما احنا متعودين. احنا املنا كبير جدا. يمكن موسيماني كان ليه تصريح وتحدث ان هو كان نفسه ان هو يحصل على لون مختلف من الميداليات، ولكن ان شاء الله ده يحصل على الارض. خلينا نشوف يعني احنا كده كده ما اعتقدش ان احنا عندنا فرصه ثانيه، لكن على كل حال ان شاء الله الماتش يبقى كويس وعايزين نشوف مباراه قويه. واعتقد برضو كابتن اسام المباراه هتبقى قويه جدا. هم عندهم برضو لعيبه محترفه كتير وعندهم قوه بدنيه، وطبعا هنحلل كل ده، بس برضو فريق تقيل جدا جدا الهلال يعني بسم الله ما شاء الله فريق من اقوى الفرق العربيه ومن اقوى فرق قاره اسيا بالطبع لانه بطل اسيا. وواحد يعني هو والاهلي او الاهلي والهلال دايما بيتقارنوا في كل حاجه قريبه من بعض يعني. وبالتالي احنا بنتكلم على اتنين شعبيه جارفه، النادي الاهلي في افريقيا وفي العالم العربي، نادي الهلال في السعوديه وفي اسيا. وبالتالي انت بتتكلمي على ناديين كبار جدا 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 يعني. انا بس مش عايز اوصل لحاجه اكبر من كده، لكن يعني اللقاء اشقاء في الاخر. خلي بالك يعني 100% ياما لعبنا مباراه ضد الهلال وياما لعبنا مباراه ضد الانديه السعوديه، وفي النهايه بتبقى فيها الشده والحاجات اللطيفه والحماس وحماس كوره يعني. أيوة. ولكن في النهايه يعني انا بحب السعوديه وكل اهل السعوديه بيحبوا. انا عايز اقول لك بقى بمناسبه السعوديه تحديدا، ولو هنرجع بقى للمنتخب شويه ونشوف قد ايه كان في دعم عربي، ولو هنتكلم على الدعم السعوديه تحديدا، لان انا برده ولو حضراتكم طبعا تابعتوا الاعلام السعودي كيف كان يتحدث عن مصر. لا بجد شوفوا حضراتكم وخشوا لحد دلوقتي الحاجات موجوده كلها اونلاين، كيف كان يدعم وكان بالظبط المنتخب السعودي هو اللي بيلعب. فالدعم العربي سواء جماهيريا او اعلاميا كان اكثر من رائع مع المنتخب. هو ده المشهد اللي احنا كنا ربما مش هنقول بنفتقده، بس كنا دايما بنأمله، فدي نقطة مفروغ منها تماما. فلا فعلا كانت حاجة محترمة. وبرضو اعتقد لحد دلوقتي الكلام برضو في الصحف المختلفة سواء مقارنة يعني بين الهلال والأهلي برضو في كلام كتير جدا اتقال في صالح الأهلي حلو يعني. حتى
كان المدير الفني للهلال السعودي كان بيتحدث ان يعني الاهلي لديه كره قدم جيده جدا، دي احدى التصريحات يعني، فهو فاهم برضه هو بينافس مين. الحمد لله احنا مرينا بكتير صعب، بس انا متفائله اهم حاجه. بصي انا دايما كاهلاوي متفائل، صحيح، بمعنى ان انا اي مباراه عايز العبها او بنزل العبها او فريقي بيلعبها ببقى متفائل بيها وعايز اكسبها وكل حاجه، ولكن دايما بحب احط الامور في نصابها. انا كاسلام بقى بحب احط الامور في نصابها، بمعنى ان انا اتمنى على فكره، ما هو الحكم ممكن معرفش، بس انا الشواهد اللي حصلت قبل كده، الشواهد دي دايما بتودينا ايه؟ النتائج، مظبوط؟ صحيح. الشواهد اللي حصلت قبل كده كلها شواهد غير جيده، غير مع هذا الحكم او غير مبشره، وبالتالي النتائج من الواضح انها لن تكون جيده. انا ده اللي انا بتكلم فيه. لكن ممكن النتائج تطلع، يمكن الحكم في المباراه دي ما كانش كويس، او يعني ما كانش نايم كويس، كان متخانق مع المدام، اي حاجه يعني، انت فاهم؟ فاتمنى له التوفيق طبعا في الماتش اللي جاي، هو ده اللي يهمني، ان انا الماتش اللي جاي الاقي الحكم على مستوى المباراه. صحيح، هو ده اللي يهمني، احنا مش عايزين اكتر من كده، مش عايز اكتر من كده. ما يهمنيش بقى يا عم انا هطلع اعتذر لك ويعني واقول لك انا اسف واقول لك كل حاجه، ولكن انا يهمني ان المباراه تطلع ما بين الزعيم افريقيا وزعيم اسيا بالشكل اللي يليق بيه، اللي يكسب يكسب. انا طبعا يهمني ان الاهلي يكسب طبعا، وفي السعوديه يهمهم ان الهلال يكسب، لكن في النهايه التحكيم العادل هو اللي هيخلي اللي كسبان يبقى مبسوط بمكسبه. صحيح، فاهمه؟ فعشان كده انا بقول لك ان هي مباراه صعبه جدا 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 فوق ما تتخيلي، معاهم مدير فني تشيكي رائع الحقيقه وماشي معاهم بشكل جيد جدا. فعندنا النادي الاهلي معاه مدير فني عامل انجازات كبيره جدا، ولكن للاسف بيتعرض لحملات انتقاد غريب، يكسب بينتقد، يخسر بينتقد. بتوصل من مين تحديدا؟ من بعض من لا يشجع جماهير الاهلي ولا ما لهمش علاقه؟ لا، بعض من لا يشجع النادي الاهلي. انا دايما بروح لكده، وخلال الفتره اللي فاتت او الساعه اللي فاتت تحديدا برضو، انا هواند الموقع الرسمي للنادي الاهلي بيدعم بيتسو موسيماني، نثق بك دائما فيما هو قادم، لانه بنحبه، بنحب موسيماني، وكل الناس واضعه ثقتها في موسيماني، وعندنا مباراه يوم السبت. ما اعرفش ليه دايما قبل المباريات الكبيره للاهلي يطلع فعلا لغط كده او كلام بيتداول خاصه عن موسيماني، ويتقال لك مستقبل الموسيماني مع الاهلي مكمل ولا مش مكمل، حاجات زي كده كلها. طب معلش، هو ليه التوقيتات دي؟ وبعدين لو في اي حاجه هتتقال عن مصدر رسمي للنادي الاهلي، يعني حضرتك الترند او يعني الخبر الحصري ما اعتقدش ان هو برده لما هيطلع منك، يعني معلش مع احترامي الشديد اكيد هيطلع من النادي الاهلي، فالتوقيت اصبح برده الموضوع مكرر، فيعني حاجه بقت ممله مكرر شوية. وبعدين طب انا مثلا كمدير فني في اي مكان في العالم مطلوب مني ان انا اعمل ايه؟ مطلوب مني نتائج، مطلوب مني اداء جوه الملعب، بما ان النادي الاهلي مطلوب طبعا مني اداء جوه الملعب، في بعض المباريات بادي بشكل كويس، في بعض المباريات لا اؤدي بشكل كويس. طب انا مطلوب مني ايه؟ انا دخلت 7 بطولات مثلا، خدت منهم 5 او 6، خلاص اكثر من رائع. انا مطلوب مني ايه تاني؟ هل مطلوب مني عملت جيل من اللاعبين الشباب والناشئين اللي اقدر اشتغل بيهم، لعبت في اولى مباريات كاس العالم للانديه بولد شاب عنده 17 18 سنه، شفته في كاس الرابطه وكسبت بطل الكونكا كاف، خلاص. طب ايه اللي مطلوب مني تاني؟ يعني انا عندي بعض الدفوهات، ما حدش يقدر يقول لا، ما حدش يقول ان موسيماني كامل، ما حدش يقدر يقول كده، ولكن في نفس الوقت واحد من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين. صحيح، بيؤدي دوره على اكمل وجه، بيعمل شغل، ومعاه بالمناسبه موسيماني معاه اعلى رخصه تدريب في العالم. حلو جدا، ما احنا مش اي حد. الويفا برو لايسنس دي موجوده زيها زي انشيلوتي مثلا يعني، عشان الناس فتخيل حضرتك ان انت معاك مدير فني كاهلاوي، يعني معاك مدير فني عنده كل الامتيازات دي، مدير فني نجح معاك في كل شيء، تقريبا كل شيء فيما عدا الدوري الاخير، واحنا عارفين الدوري الاخير واتكلمنا فيه كتير، ويعني خلاص في كل البرامج وقلنا ايه اللي حصل فخلاص ناس مش ناسي على كل حال يعني، ومحدش بينسى. فانا الحقيقه بستغرب جدا، ودايما بشوف ان هناك اتجاهات في الاعلام المصري الرياضي ضد هذا الرجل، معرفش ليه الحقيقه. يعني يمكن قناه الاهلي في كل برامجها من 10 الصبح لغايه الساعه 1 2 بالليل بتلاقوا ان دايما بننتقد الاسلوب، يعني النهارده
ماتش اتلعب وحش بنقول يا جماعه ان الماتش اتلعب وحش ده طبيعي، لكن صحيح بنقول قصرنا في كذا، كان المفروض نعمل كذا، ده بيتقال فعلا، ده طبيعي جدا بالظبط كده، ده طبيعي. لكن احنا دايما في ظهر النادي الاهلي، احنا في ظهر بيتسو موسيماني، في ظهر كل اللاعبين، ان شاء الله عندنا ماتش يوم السبت القادم. انا بشوفه انه واحد من اهم المباريات اللي هتتلعب، وبتلعب واحد من اهم الفرق في قاره اسيا وفي المنطقه العربيه، ومباراه صعبه، وهي دي المباريات بقى اللي الكبار مع بعض اللي تحتاج الى حكم، كل شويه هفكر بالموضوع ده، تحتاج الى حكم رائع، تحتاج الى حكم، بلاش رائع وبلاش كل حاجه، تحتاج الى حكم عادل صحيح، يقلل اخطائه على قد ما نقدر، ما تبقاش الاخطاء مؤثره على قد ما نقدر، ما هو مش معقوله هيطلع من غير اخطاء في المباراه. طبعا بيحصل اخطاء، بيبقى في نسبة، لكن لما تبقى اوت عليا وتتحسب ليا مفيش مشكله، اوت او كورنر للهلال وما تجيش جول فتعدي فماشي اوكي، لكن في نفس الوقت مفيش اخطاء مؤثره ما تتحسبش، بمعنى ان انا ما يبقاش ليا، يبقى ليا ركله جزاء وما تحسبها ليش. نعم. خصوصا ان في حاجه اسمها فار، فار نقول فار، فار الفار ده ممكن اروح ابص انا كحكم، ممكن اروح ابص اشوف هل الكره دي ركله جزاء ولا مش ركله جزاء، مش في حاجه اسمها كده طبعا، يعني في حاجه اسمها ما هو ده اليوز بتاعه او ده الغرض منه اصلا صح؟ خير ان شاء الله. طيب. تعالى نخش على حاجه حلوه. طيب ماشي. انا هاخدكم شويه، تعالوا نروح لحاجه حلوه عشان كابتن اسامي ينسى شويه. نعم. يعني من الحاجات طبعا اللي بتدعو ليه يعني التفاؤل ان كابتن اسامي طبعا منتخبنا الوطني الحمد لله تقدم في تصنيف الفيفا الشهري للمنتخبات، وصل للمركز تحديدا ال 34 عالميا والرابع على افريقيا، واعتقد دي بشره خير للكره المصريه وتحديدا للنادي الاهلي برضو، اللي بنتمنى ان هو يرجع لنا بقى بميداليه من كاس العالم للانديه. خلاص يعني اللي حصل حصل، اللي فات مش هنتكلم فيه كتير، اللي جاي ان شاء الله هو المهم يوم السبت، ماتش زي ما كابتن اسلام بيقول زي ما كلنا عارفين في غايه الاهميه. اعتقد كمان ان احنا هنشوف كوره حلوه جدا، ونتمنى بعد ما نشوف كوره حلوه ان احنا نشوف يعني ميداليه ان شاء الله برونزيه تكون من نصيبنا مره ثانيه، وده الطبيعي بتاع النادي الاهلي رغم اي كلام بيتقال، رغم اي صعوبات، رغم اي تحديات الاهلي بيواجهها، واعتقد هي كتيره جدا واستفدنا فيها وحضراتكم اكيد عارفينها، لكن احنا بنامل ان شاء الله الاهلي يشرفنا زي ما هو متعود، فباذن الله خير يا رب ان شاء الله. وما بين اصابات كثيره متواجده، وما بين ظلم لبعض او بعض الاخطاء التحكيميه ادت الى ان انت لا يحتسب ليك ركله جزاء، ما بقولش ادت ان احنا نكسب اهو عشان ما حدش يقول لك ده بيبرر خالص، انا بقول ادت ان انت لا يحتسب ليك ركله جزاء ماشي. طيب وما بين ان احنا عندنا بعض اللاعبين التعبانين اللي جايين من الكاميرون، تعبانين او مرهقين، انا اسف، مجهدين جدا ومرهقين جدا من الشهر ولا الشهر وشويه اللي قعدوهم في الكاميرون، وما بين كل هذه الامور الصعبه جدا النادي الاهلي بيستعد لنادي الهلال. زي ما تابعنا وزي ما كلنا عارفين مره تانية بنأكد اكيد هتكون مباراه قويه جدا، بس ان شاء الله يعني الحظ والتوفيق والتركيز يكون لصالح الاهلي، اكيد جماهير بالملايين منتظره فرحه ان شاء الله يوم السبت، وننام كلنا سعداء وفخورين بالنادي زي ما احنا دايما معودنا. ولا ايه كابتن اسلام؟ ان شاء الله خير يا رب ان شاء الله، رغم اي ظروف، رغم اي تحديات، فعلا الواحد بيمر على الاقل في وسط هذه التحديات الكثيره والكبيره، وفي وسط هذه الامور الصعبه اللي انا بشوفها صعبه الحقيقه، في ظل برضو ان انت بتلعب الحاجه الوحيده الكويسه الحقيقه انت بتلعب في وسط جمهور مصري اهلاوي رائع جدا الحقيقه، حتى لو كانوا قليلين في الماتش اللي فات، وانا قلت لحضراتكم الاسباب اللي خلت الموضوع يمشي بهذا الاتجاه، ان شاء الله المباراه اللي جايه الموضوع هيبقى مختلف تماما، وحضراتكم عرفتوا طبعا اداره النادي الاهلي ماذا فعلت عشان تبقى الامور على الاقل مناصفه مش زي المباراه السابقه. لكن في النهايه اللي عايز اقوله لحضراتكم ان شاء الله في ظل وجود هذا الجمهور وفي ظل كل هذه الامور الرائعه، ان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الكبيرين، صحيح. الكبير اسيا وكبير افريقيا، وان شاء الله ان شاء الله نشوف مباراه. انا طبعا اتمنى، او كلنا كاهلاويه نتمنى ان النادي الاهلي يفوز في هذه المباراه الصعبه جدا، لان نادي الهلال واحد من اقوى واهم الفرق اللي موجوده في قاره اسيا. خلينا نروح نشوف اخبار النادي الاهلي في المونديال مع الزميله العزيزه سلا حامد. ازيك يا سلا؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ عامله ايه؟ ازي حضرتك؟ الاوف وايت اخباره ايه؟ زي الفل. عاجبني جدا على فكره النهارده، ابيض واسود. عامله ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله يا كابتن. عندك اخبار ايه النهارده؟
عندنا اخبار كتير طبعا، بس طبعا خليني في البدايه ارحب بحضرتك واكيد ارحب بزميلتي نهوان سري وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه نادي الاهلي في كل مكان، اللي يعني زي ما معودينهم هيكونوا معانا في فقرتنا الاخباريه من الاهلي في المونديال عشان ننقلهم كل جديد وكل الكواليس اللي متعلقه يعني بجميع الفرق المشاركه في بطوله نادي بطوله كاس العالم للانديه وعلى راسهم ان شاء الله النادي الاهلي. اتفضلي يا سلام. يمكن طبعا النهارده ان شاء الله هنبتدي اخبارنا من النادي الاهلي اللي ادى تدريباته النهارده في ابو ظبي الامارات استعدادا للمواجهه القادمه واللي هتكون امام الهلال السعودي يوم السبت المقبل، ويمكن نقول يعني ان المباراه دي ان شاء الله يعني هتتلعب على برونزيه كاس العالم للانديه. كمان النهارده التمرين يعني كان في حماس كبير جدا من جميع لاعبي النادي الاهلي، والتقسيمه كان في تقسيمه قويه شارك فيها جميع اللاعبين، والحاله المعنويه كانت عندهم مرتفعه جدا ده قبل ما يخوضوا يعني المباراه القادمه ان شاء الله امام نادي الهلال السعودي. يمكن يعني يا كابتن اسلام نهاوند ده امر مهم جدا انه يعني اللعيبه يكونوا محافظين على الحاله دي، يكون حالتهم المعنويه مرتفعه، ويمكن بالاخص بعد خساره يعني المباراه اللي فاتت امام بالميراس البرازيلي. نقطه كويسه جدا. ولو هنتكلم بقى تحديدا عن موسيماني بما ان احنا ذكرناه كابتن اسلام من شويه، هو موسيماني عنده النقطه دي كويسه جدا، يعني موسيماني فعلا بيشتغل على العامل النفسي، وشفنا ده من اول حتى ما موسيماني انضم للنادي الاهلي قد ايه كان في لعيبه فعلا ظهروا، منهم قفشه ومنهم شريف، وقلنا الكلام ده قبل كده، بس فعلا الاجواء مع موسيماني انا بتكلم على الدعم النفسي او معنويا كويسه جدا، فمن المديرين الفنيين فعلا اللي بيهتم جدا بنفسيه اللعيبه ودعمهم نفسيا، وشفنا قد ايه بيتعامل معاهم بيتكلم عنهم حتى في المؤتمرات الصحفيه، حتى لو كان في غلطات من اللعيبه بتاعته عمره ما هاجم اي لاعب، فاعتقد دي نقطه مهمه جدا. كنت جاي بيحافظ على الحاله المعنويه ودايما بيخلي اللعيبه يعني ان هم يبقوا في يعني حاله ايجابيه موجوده في التمرين وفي المعسكر، انه يخليهم دايما يحافظوا يعني على الحاله المعنويه، وانه حتى لو خسرنا مباراه لا يعني نجهز بقى للمباراه القادمه ان شاء الله ونحاول نحقق يعني فوز ونفرح جميع جماهير النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. بس النهارده النهارده كنت جاي وانا جاي في العربيه سمعت قصه في الراديو خلاص، السؤال بيطرح بهذا الشكل خلاص، اللي هو ايه؟ اللي هو هل خناقه موسيماني مع ايمن اشرف كبيره ولا صغيره؟ لا يعني خلاص، على فكره ممكن تكون حصلت اي حاجه انا ما اعرفش، انا ما عنديش معلومه بهذا الامر، ولكن السؤال لما بيتسال كده معناها ايه؟ ان في خناقه حصلت مبدئيا، هو خلاص هو اقر ان في حاجه، اقر ان في خناقه، ان هل الخناقه كبيره ولا صغيره؟ هو ده الاتجاه. ايوه فعارفه اللي هو مخليني ان انا دايما اسال. اه طبعا على فكره بيحصل كتير جدا جدا ما بين المدير الفني واللاعبين، مش في مصر بس، في العالم طبعاً كله طبعاً. في العالم كله بيحصل الكلام ده، وشيء طبيعي جدا ان اللاعب بيبقى متنرفز. مره مانويل جوزيه احد اللاعبين الكبار جدا جدا في الفرقه، ويعني اتنرفزوا مع بعض خلاص الموضوع خلص، موضوع انتهى طالما لم يتعدى حدود الادب مع المدير الفني، والمدير الفني لم يتعدى حدود الادب مع اللاعب، وبالتالي الاثنين كانوا بيتكلموا ان الصوت عالي بس شويه في بعض الامور الخاصه بالنواحي الفنيه. طب انت عايز مني اعمل كده ليه؟ طب انا لا انا عايزك تعمل كده ولازم تسمع انا، والموضوع انتهى وخلاص، ورجع اللاعب على الرغم ان هو لم يخطئ اعتذر. وبالتالي الموضوع ابسط يا جماعه، حتى لو في حاجه انا ما اعرفش ما عنديش معلومه بهذا الامر، ولكن انا استوقفني حدود الطبيعي يعني فعلا. لا انا استوقفني يعني من يومين النادي الاهلي لا يمثل مصر، احد يعني خلاص احد المذيعين قال هذا الكلام ويمكن عوقب عليها. النهارده يعني الاقي ان في البعض بيحاول، انا عارف ان هي حاجات مبادرات او كلام شخصي طبعا يعني بعيدا عن اي شيء يعني، لكن انا بتكلم ان يعني ليه كده؟ النادي الاهلي يا جماعه بيمثل مصر، صحيح مش بمزاج حد، النادي الاهلي هو بيمثل مصر، وبالتالي كلنا هنبقى اللي عايز يبقى في ظهر النادي الاهلي ما عنديش مشكله، لكن النادي الاهلي بيمثل مصر وبيمثل القاره الافريقيه رسميا رسميا من غير اي حاجه يعني رضيت ام ابيت، ده الواقع يعني، الواحد ما بيقولش حاجه من خياله او حاجه عنده، احنا بنتكلم في وقائع، فيعني كان فعلا يمكن تصريح مش موفق فيه تماما، بس فكره فعلا الخلافات البسيطه اللي ما بين المديرين الفنيين واللعيبه دي بتحصل في كل مكان في العالم، فيعني ده اذا كانت حصلت، ده اذا كانت كمان حصلت، بس هو سنسن اللي قالها اقرها فيعني تمام، ده اللي كان غريب جدا. معلش يا سلام، انا لا انا اصلا مش شيء يذكر يعني، سمعته طبعا كنت لازم اقول الكلمتين دول، انه النادي الاهلي ما بيمثلش مصر، انا اول حاجه جت بالي لا النادي الاهلي فعلا ما بيمثلش مصر، النادي الاهلي بيمثل افريقيا بحالها زي ما حضرتك قلت يعني. بالظبط. نكمل بقى اخبارنا يا كابتن، اتفضلي.
نكمل اخبارنا ونروح لاجواء مباراه الاهلي والهلال السعودي ومع نجم نادي الهلال السعودي السابق البرازيلي مستر كاماتشو، اللي قال في حوار او تصريح ليه ان النادي الاهلي يتعرض لظلم كبير جدا بسبب تضارب مواعيد كاس الامم الافريقيه مع كاس العالم للانديه وغياب العديد من اللعيبه الدوليين عن النادي الاهلي. يمكن كمان اللعيبه الدوليين دول كانوا من اللعيبه الاساسيه اللي دايما بنشوفهم في التشكيله الاساسيه لفريق النادي الاهلي. ويمكن كمان قال نجم الهلال السعودي السابق انه يعرف النادي الاهلي كويس وعارف كمان انه الاكثر تتويجا ببطولات افريقيا للانديه، وتوقع كاميتشو فوز بالميراس البرازيلي ببطوله كاس العالم للانديه على حساب نادي تشيلسي الانجليزي في المباراه النهائيه من البطوله. يمكن يا كابتن اسلام يا نهاوند، يمكن نجم نادي الهلال السابق البرازيلي كاميتشو اتكلم فعلا عن نقطه مهمه جدا، ويمكن كنا كلنا بنقعد نقولها قبل ما النادي الاهلي يخوض مبارياته في بطوله كاس العالم للانديه، وهي غياب العديد من اللعيبه الدوليين قبل ما النادي الاهلي يشارك في بطوله كاس العالم للانديه، طبعا بسبب يعني مشاركتهم مع المنتخب الوطني في كاس الامم. يمكن اللعيبه الدوليه دي كانت من اللعيبه المهمه زي طبعاً محمد الشناوي، اكرم توفيق طبعا ربنا يرجعه بالسلامه، محمد شريف، حمدي فتحي، عمرو السوليه. يمكن فعلا يا كابتن اسلام ويا نهاوند اثروا على اداء مشكله باينه للعالم كله يا سالا. يعني ما بنجيش احنا نتكلم عشان مصلحتنا وبنعملين ننتقد او ان احنا نقول عندنا او بنواجه 1 2 3، العالم كله شايف اللي بيحصل معانا. فيعني بس يعني النهايه فين برضو؟ ده سؤال انا عايزه اساله لك يا كابتن اسلام. وبعدين يعني الوضع زي ما احنا شايفينه ومقرر ومش اول ولا اخر مره اعتقد هتحصل، وبعدين ما كده احنا الموضوع كله بيؤثر علينا بشكل سلبي جدا، واحنا اللي بنخسر، وممكن بطولات تروح مننا، ممكن لعيبه بتروح مننا. طب وعلى ايه كل ده؟ يعني ليه ما فيش تنسيق سليم؟ اصل بيقول لك ان رئيس الاتحاد الدولي اعتذر، هو ورئيس الاتحاد الافريقي اعتذروا للنادي الاهلي، وبعدين بالظبط يعني انا استفدت ايه حضرتك؟ انا مش عارف الحقيقه حتى هذه اللحظه ايه الاستفاده اللي استفادها النادي الاهلي باعتذار رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الافريقي. النادي الاهلي لم يستفيد باي شيء، جمهور النادي الاهلي لم يستفيد. انا كسبت الماتش على فكره، بالمناسبه احنا كسبنا المباراه، وما بنتكلمش على ان احنا كسبنا ولا خسرنا، ولكن انا بتكلم على طب لو لا قدر الله كان حصل حاجه ثانيه كان ايه اللي ممكن يحصل؟ هل ده ممكن يحصل ثاني؟ ما هي دي بقى النقطه فعلا. والناس اللي قالت ليس كل ما يعرف يقال، احنا فين انتوا فين؟ وبعدين تطلع تعتذر؟ طب ماشي وبعدين يعني، وهل الاعتذار ده هيكرر؟ وبعدين يا جماعه وبعدين احنا اعتذروا لنا كتير فعلا. لو اللعيبه الدوليه يعني كانت صح مع النادي الاهلي، كان النادي الاهلي فعلا يا كابتن اسلام نهاوند كان حقق نتيجه ايجابيه في البطوله، يمكن كمان كنا وصلنا للمباراه النهائيه يعني مع نادي تشيلسي. نكمل اخبارنا النهارده، وكمان نادي او الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اعلن على موقعه الرسمي انه بيواصل اختبار تقنيه التسلل شبه الالي في بطوله كاس العالم للانديه. وكمان موقع الفيفا يعني قال او اعلن انه التقنيه دي ابتكرها الاتحاد الدولي وبيستخدم فيها تقنيه الفيديو، كمان يعني رسوم ثلاثيه الابعاد علشان تقلل الوقت مراجعه حالات التسلل. كمان الفيفا بيقول انه التقنيه دي يعني ان شاء الله تساعد الحكام في الفترة القادمة على اتخاذ قرارات مظبوطة وبسرعة في حالات التسلل اللي بيكون أمر طبيعي وبيحصل في جميع المباريات في مختلف البطولات. كمان في كواليس كأس العالم للأندية، ورئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل قال في تصريحات ليه مصورة لصحيفة الشرق الأوسط إنه يعني نظام كأس العالم للأندية هيتغير إن شاء الله الفترة القادمة، ويمكن قال إنه اتكلم بالفعل مع يعني اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية، وإنه كمان اتكلم مع فيفا والاتحاد الاسيوي، وقال انه نظام المسابقه يعني غير عادل، واكد انه ان شاء الله يعني هيتم تغيير نظام بطوله كاس العالم للانديه الفتره القادمه. ويمكن يعني يا كابتن اسلام يا نهاوند من الامور اللي عايزين يعني ان هي تتغير ان شاء الله في نظام بطوله كاس العالم للانديه هو ان احنا شفنا انه النادي الاهلي في النسخه دي شارك من الدور التمهيدي من اول مباراه في بطوله كاس العالم، وفي انديه شاركت من السيمي فاينل او النصف النهائي زي نادي تشيلسي، وده يعني يعتبر مفيش مساواه او مفيش معادله ما بين الانديه. يعني في انديه خلاص يعني هو من مباراه واحده وصلت للفاينل، مش عارفه الناس يعملوا فينا ايه يا سالا والله. ايه اللي فاضل يا جماعه؟ يعني الكل كمان بيعلق يعني على بعض السلبيات دي اللي موجوده يعني. طبعا لكن هي في النهايه انت خلاص، انا شايف ان احنا لعبنا خلاص. ده اصبح امر واقع. انت دلوقتي ما هو قادم، وهو رئيس نادي الهلال بيتكلم على ما هو قادم، زي ما النادي الاهلي اتكلم ورئيسه ومجلس ادارته اتكلموا احنا يا جماعه هو ينفعش تضارب المواعيد، وما ينفعش ان احنا نلعب بهذا الشكل، وما ينفعش وما ينفعش وما ينفعش، ولا حياه لمن تنادي حتى الان. قد يكون هناك تغيير في نظام كاس العالم خلال الفتره القادمه، نظام بالكامل ده اللي انا فاهمه يعني او اللي انا سمعته، انه قد يكون هناك تغيير كامل حتى في عدد الفرق في حاجات ثانيه. هنشوف ايه اللي هيحصل خلال الايام القادمه، ولكن احنا
في اللي احنا فيه. احنا ان شاء الله يوم السبت عندنا مباراه، نتمنى ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب هذه المباراه ان شاء الله جميع لاعبي النادي الاهلي، واكيد مستر فيتسو موسيماني يفرحوا جميع جماهير النادي الاهلي ان شاء الله يوم السبت المقبل. ونختم اخبارنا النهارده مع نادي مونتاري المكسيكي اللي تخطى رقم نادي برشلونه الاسباني في بطوله كاس العالم للانديه بعد ما يعني سجل 3 اهداف في مباراته امام الجزيره الاماراتي. يمكن مونتاري وصل للهدف رقم 25 في تاريخ يعني المشاركات ليه في بطوله كاس العالم للانديه، وكمان ده يعني بفارق هدفين على نادي عن نادي برشلونه اللي مسجل 23 هدف في تاريخ البطوله. كمان مونتاري يعني احتل المركز الخامس في بطوله كاس العالم الانديه بعد ما كسب نادي الجزيره الاماراتي، وكان مونتاري خسر يعني المباراه الاولى ليه امام النادي الاهلي في نسخه يعني كاس العالم الانديه الحاليه بهدف محمد هاني يعني نجم النادي الاهلي والمدافع محمد هاني في المباراه لبطوله كاس العالم للانديه. يمكن دي نهاوند وكابتن اسلام كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع الفرق المشاركه في البطوله، وطبعا يعني الاجواء ما قبل مباراه الاهلي والهلال السعودي ان شاء الله اللي هتكون يعني يوم السبت المقبل وهتقام يعني في ابو ظبي الامارات الساعه 3 العصر ان شاء الله. مرسي جدا يا سلامة متالقه حقيقي، شكرا ليكي على التغطيه الجميله دي. شكرا جزيلا يا سلا على وجودك معنا النهارده وعلى كل هذه الاخبار. زميلنا امير هشام كالعاده الحقيقه بيكون متواجد معنا في او امام بعثه النادي الاهلي او من داخل بعثه النادي الاهلي، اشرح لنا بقى اليوم ماشي ازاي والدنيا ماشيه ازاي. كل جمهور النادي الاهلي دائما ما ينتظر هذه المداخله الحقيقه من زميلنا امير هشام. يا امير الو امير لابس الجاكيت، يبقى مش بالليل. عارفه الجو برد ولا الجو حر؟ لا هو الصبح بيبقى حر بالليل وبالليل بيبقى تشيلي بيبقى في سنه سقعه تهيألي يعني. احنا بنعرف الجو من لبسه فعلا. بنعرف من امير. معانا يا امير ولا ايه؟ لا طالما بدا يضحك يبقى لسه واصل له الكلام. انا سامعكم كده تمام يا كابتن اسلام، تحياتي ليك وتحياتي لنهاوند وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني الجو يعني بالليل بيبقى فيه لسعه برد شويه، الصبح بيبقى حر جدا في الحقيقه، لكن مش لدرجه البروده الكبيره يعني، الجو مقبول جدا زي عندنا جو كوره بصراحه، اي لعيب كوره يحب يلعب في الجو ده في الحقيقه يعني. لكن في كل الاحوال الامور ماشيه بشكل جيد بالنسبه للنادي الاهلي في يعني في اطار استعداده للمباراه المقبله امام الهلال السعودي، مباراه طبعا قويه جدا ومرتقبه وفرقتين كبار قوي قوي قوي، فماتش هيكون جامد في الحقيقه. الاهلي بيستعد بكل قوه من خلال طبعا مران اول ليد النهارده في اطار الاستعداد لهذه المباراه. احنا عارفين امبارح طبعا كان يعني اجازه بالنسبه للفريق، راحه بعد يعني فتره كانت مليئه بالتدريبات والمباريات المهمه، وبعض اللاعبين اللي كان عندهم يعني تحديات دوليه، فكل هذه الامور يعني ممكن ادت لاجهاد بشكل او باخر يعني في الحقيقه. لكن النهارده مران كان مهم، كان في امور كتير جدا تم التركيز عليها في الجانب التكتيكي تحديدا يا كابتن اسلام. مستر بيتسو موسيماني بالمناسبه عايز اتكلم عليه بالتحديد لان الكلام كتير جدا في الحقيقه خلال الساعات الحاليه واليومين اللي فاتوا. الراجل مركز تركيز كبير قوي مع الفرقه، مش باصص لاي كلام بيتقال، اي كلام بيتردد، هو ما مش متابع الكلام ده خالص خالص. بالعكس النهارده وقف التمرين اكتر من مره، ادى تعليماته بشكل كبير جدا للاعبين في بعض الامور المهمه الخاصه بالتحضيرات للمباراه. النهارده كمان في المحاضره النهارده كانت طويله يعني، وصلت تقريبا حوالي 45 دقيقه قبل التمرين. مستر بيتسو موسيماني مع كل اللاعبين اللي كانوا موجودين في القائمه، فبالتالي حتى اللي مش موجودين على فكره وحتى الموقوفين كانوا موجودين في المحاضره النهارده مع مستر بيتسو موسيماني، واتكلم في كلام كتير جدا مهم في الجانب الفني تحديدا والخططي والتكتيكي. فالامور ماشيه بشكل كويس وبشكل مميز جدا. ان شاء الله الاهلي يكون موفق في مباراه الهلال، وان شاء الله باذن الله نقدر نحقق الميداليه البرونزيه. من ضمن النقاط المهمه كمان النهارده كان في راحه لاكثر من عنصر من عناصر الاهلي اللي بيعانوا من اجهاد خلال الفتره الحاليه، سواء علي معلول، عمرو السوليه، حمدي فتحي، طاهر محمد طاهر، يعني بعض اللاعبين اللي هم عندهم اجهاد، ايمن اشرف كمان من ضمن اللاعبين اللي كانوا واخدين راحه من قبل مستر بيتسو موسيماني من التدريبات ما شاركوش النهارده في التدريب. محمد عبد المنعم بيشارك لاول مره بشكل جيد جدا، واضح ان هو في خطط موسيماني في المباراه المقبله والامور واضحه يعني خلال التدريبات النهارده. كان يعني هننتظر التشكيل اللي هيلعب بيه مستر بيتسو في المباراه دي،
وان شاء الله باذن الله يكون موفق. لكن لو تسمح لي بقى كابتن اسلام، لو قبل طبعا يعني شوف لو في اي استفسار الاول قول لي. سواء انا عايز اسالك بسؤال فني، هل طريقه اللعب هتختلف؟ بمعنى من الفتره الاخيره بيتسو بوسيماني بيلعب 3 4 3 ومعروف ان هو بيلعب بهذا الشكل، هل من الممكن ان يكون هناك تغيير فني لطريقه اللعب بمعنى 4 2 3 1 بعدما هو بنفسه قال ان المباراه السابقه كان من الممكن كان في الامكان افضل مما كان خصوصا الشوط الاول، وان هو كان من الناحيه الدفاعيه كانت اكتر شويه، هل ده ممكن يحصل في المباراه اللي جايه من اولها ولا؟ طبعا انا مش عايز، لكن عايز اعرف بشكل عام يعني. هقول لحضرتك على حاجه يا كابتن اسلام، يعني مستر بيتسو موسيماني كان السنه اللي فاتت بيلعب 4 2 3 1، اول الموسم السنه دي في اول ماتش في الدوري اتفاجئنا ان مستر بيتسو موسيماني بيلعب 3 4 3، فهو فاجئنا بالموضوع ده. وفي الحقيقه كانت النتيجه جيده جدا، ان انت لعبت 7 ماتشات في الدوري كسبت 6 وتعادلت ماتش واحد، والسبع ماتشات كانوا باداء كويس، او عشان ما تكونش ببالغ 5 ماتشات منهم تحديدا كان الاداء مميز جدا جدا بالطريقه دي. الراجل عنده مرونه تكتيكيه بشكل كبير، يعني ما يعني اللي هو ايه، عادي لو غير في طريقه اللعب ما عندوش اي مشكله خالص، طالما الفريق محتاج ان الدنيا تتغير عشان يبقى الشكل احسن عشان يبقى النتائج افضل ممكن يعمل كده، امر وارد جدا. لكن النهارده في التدريبات تحديدا انا لاحظت ان هو كان بيلعب تقسيمه 3 4 3 نفس الطريقه، لكن مش معنى كده ان هو اكيد هيلعب بالطريقه دي. لا اعتقد ان حمدي فتحي طبعا بيحل حاجات كتير قوي النهارده في التدريبات، يعني حمدي فتحي تحديدا كمان بيحل، يعني انت ممكن يكون بيلعب في وسط الاثنين اللي هيلعبوا الاستوبارين، وممكن يكون بيلعب في وسط الاثنين اللي في وسط الملعب، فبالتالي حمدي يقدر يحل لك، ومش كده هتعرف الطريقه عامله ازاي الا بعد اول دقيقتين ثلاثه في المباراه، يعني ممكن 3 4 3 وممكن 4 3 3 وممكن 4 2 3 1، ده هنشوفه طبعا في اول المباراه. هي دي اهميه حمدي فتحي يا كابتن اسلام في العين، اتكلمت على نقطه مهمه جدا، حمدي فتحي من العناصر المهمه خططيا وتكتيكيا بالنسبه لاي مدير فني. نعم. شفنا الكلام ده مع منتخب مصر، وشفنا قبل كده كمان مع الاهلي ومع مستر بيتسو موسيماني. بالمناسبه يعني بمناسبه ان احنا اتكلمنا عن حمدي فتحي، بعد ماتش بالميرس اللي فات المدير الفني ابل فريرا المدير الفني لفريق بالميرس بعد المباراه قال اللاعب رقم 8 ده يقدر يلعب في اي حته في العالم، اشاد بيه اشاده كبيره جدا بحمدي فتحي، وهو في الحقيقه يستحق هذه الاشاده لان هو لعيب بيلعب بقلبه وبروحه قبل اي حاجه ثانيه بصراحه، يعني فربنا يحميه رب من الاصابات، لعيب مهم. فده من ضمن العناصر اللي يعني بتدي مرونه تكتيكيه وخططيه بشكل كبير طبعا لمستر بيتسو موسيماني، وده امر مهم. وهنشوف بعض التغييرات في التشكيل بالمناسبه بسبب الايقافات اكيد، بسبب بعض اللاعبين اللي ممكن يكون عندهم اجهاد، فاكيد مستر بيتسو وجهازه المعاون محضرين بشكل كبير جدا للمباراه دي، لان احنا عارفين يا كابتن اسلام كان طموحنا رايح في النهائي، لكن يعني حلو ويعني حاجه تقدر وتثمن الوصول للمرحله دي في ظل الظروف في الحقيقه، لان الاهلي يعني ناس كتير كانت متخوفه في مباراه مونتري ان انت تخسر وتخسر كتير، لان انت غايب عنك لعيبه جامده جدا، 14 لعيب غايب بدون مبالغه، 14 لعيب غايب عن النادي الاهلي، فكان من الوارد لا قدر الله ان احنا كنا نتعرض لخساره ونخسر. بص يا امير، هي ظروف يمكن لو انت سامعني طبعا ظروف صعبة جدا يا امير طبعا ظروف صعبة زي احنا كلنا بنتفق معاك، ومش بس الاهلاوية ومش بس المصريين، اعتقد اي شخص لديه المنطق بيتفق معاك ان هو فعلا كانت ظروف صعبة جدا، وربما بعض المديرين الفنيين اللي يعني لعبوا كمان الاهلي حتى المدير الفني خاص ببالميراس كان بيتكلم ان هو طبعا كان متوقع ان مونتيري هو اللي يفوز عشان طبعا الظروف اللي انت اتكلمت عنها واللي كلنا نعلمها. انا عايزة سريعا اروح معاك يا امير لنقطتين لو تسمح لي. النقطة الأولى عايزة اتكلم عن ردود الافعال دلوقتي لما انت يعني بتتجول بتشوف بتسمع ردود الافعال المختلفه، سواء حتى في الصحف في مواقع التواصل الاجتماعي، ردود الافعال الاشخاص العاديين حول مباراه يوم السبت ايه. النقطه الثانيه انا برضو اللي عايز اتكلم معاك فيها، وهو فكره هنا حضور الجماهير. الجماهير مفروض ان احنا مش عايزين يكرر تاني السيناريو اللي حصل مع بالميراس، وطبعا احنا عارفين تفاصيل هذا الموضوع لان ما كانش لسه محدد يعني الماتش هيكون ازاي والكلام ده كله، بس احنا دلوقتي عندنا خلاص يعني معلومه وما امتى الماتش هيكون، واعتقد في وقت كافي ان كمان الجماهير تكون موجوده مع طبعا اهتمام النادي الاهلي، فعايز اعرف منك برضو النقطه دي، اتفضل.
طيب يعني خلينا نبتدي بردود الافعال وسؤالك الاولاني يا نهاوند. يعني في حاله من الترقب الكبيره جدا جدا عند يعني كل المتابعين لكاس العالم للانديه للمباراه ما بين الاهلي والهلال. لما بنتكلم على الاهلي والهلال يعني اسمين كبار قوي في الوطن العربي، تاريخ كبير جدا، اكبر نادي في مصر، اكبر نادي في السعوديه، فبالتالي ماتش ديربي عربي قوي جدا، فمباراه هتكون صعبه، في الناس مترقبه عايزه تتفرج على المباراه دي، عايزه تشوف الفرقتين عاملين ازاي. لان بصراحه وانا بتكلم يعني امبارح عملت لقاءات مع بعض الجماهير، اعتقد اتذاعت طبعا مع الكابتن اسلام، لقاءات كانت مهمه قوي، لاحظت الاشاده الكبيره بالاهلي وبالهلال حتى من الجماهير السعوديه. صحيح. يعني بعض السعوديين اتكلموا على الاهلي بشكل ايجابي جدا. الميزه كمان ان مش احنا بس بنتكلم على ظروف الاهلي يا نهاوند بالمناسبه، او اللي حصل مع الاهلي، او الظلم اللي وقع على الاهلي، كلام من ده، لا، ده الجماهير نفسها الاماراتيه والسعوديه والمديرين الفنيين لمختلف الفرق عارفين كويس قوي ان الاهلي جاي ناقص. يعني هم الناس عارفه ان الاهلي عنده مشاكل خاصه بالغيابات والاصابات وتعارض المواعيد ما بين كاس العالم للانديه وكاس الامم الافريقيه، فدي حاجه معروفه بالنسبه للجميع. لكن طبعا الناس كلها مترقبه المباراه الخاصه بالاهلي والهلال. النقطه الثانيه بالمناسبه، بما اننا يعني بنتكلم على ردود الافعال، في حاله من الاستغراب كبيره جدا خاصه بتعيين نفس الحكم اللي حكم مباراه الاهلي وبالميرس، والحكم اللي كان ليه اخطاء غريبه في الماتش. يعني النهارده قابلت ياسر ابراهيم كده في الاسانسير، الراجل عينه هنا متدمره ورمة. يعني لو في صوره او حاجه موجوده معاكم اعتقد هحاول يعني ابعت لكم صوره. ده شيء كان ملحوظ جدا، عينه لو شفنا الفيديو اكيد كان لازم ياخد طرد لاعب بالميرس، بس احنا مش عارفين لان كوعه كان بعيد على عن جسمه خالص، ضربه قويه جدا لياسر. فنفس الحكم ده اللي ما حسبش برضه ضرب الجزاء لاحمد عبد القادر، هو حكم مباراه الغد ما بين او بعد غد ما بين الاهلي والهلال. ففي حاله من الاستغراب بصراحه واضحه عند كل المتابعين هنا في كاس العالم للانديه، لكن مش عايزين نركز على الجانب التحكيمي. فيما يتعلق بقى جبنا لك الصوره بالتذاكر على طول. ايوه بالظبط كده، هي الصوره دي اكيد لو شايفين، عينه ورمه، الف سلامه عليه طبعا. هو نفسه مستغرب بيقول انا مش عارف ليه الحكم ما طردوش، يعني انا مش عارف ايه السبب ده، حتى ما خدش انذار، مفيش حاجه خالص. حاجه صعبه جدا يعني في الحقيقه، لكن خلينا نتخطى النقطه دي. الاهلي يعني ما بيتكلمش على تحكيم او حاجه، لكن احنا اللي نتكلم بقى. يعني على المستوى الرسمي الاهلي ما بيتكلمش في النقاط دي، لكن اعلام الاهلي لازم يتناول امور زي دي. جماهير النادي الاهلي ملاحظه حاجه زي دي، بصراحه كانت صعبه جدا، ضربه جزاء لاحمد عبد القادر، ظروف للاسف كانت صعبه جدا مع الاهلي. فاستغراب طبعا من الحكم ان هو نفس الحكم بيحكم لنفس الفريق في تاني مباراه على التوالي، دي اول حاجه، اول مره تحصل، زي ما كان حاجه اول مره تحصل يكون في تعارض ما بين بطولتين مهمين جدا. دي بطوله العجائب والغرائب والطرائف، بطوله الامم الافريقيه وكاس العالم للانديه، هي فعلا طرائف وعجائب يعني زي ما انت بتقول يا كابتن اسلام. ففي كل الاحوال الاهلي يعني بيتعامل مع هذه الامور بقدر المستطاع. فيما يتعلق بالتذاكر وسؤالنا هوند، طبعا يعني خلاص الامور كانت واضحه ان الاهلي هيلعب المباراه اللي جايه، فتم فتح باب التذاكر اونلاين من خلال توقيت معين تم الاعلان عنه، والاهلي كمان على المستوى الرسمي نوه لجماهيره، فان شاء الله باذن الله من المتوقع ان يكون في حضور جماهيري مميز بالنسبه للنادي الاهلي على غرار المباراه الاولى. بس مع وضع في الاعتبار ان جمهور الهلال هنا كتير جدا برضه، كل يعني جماهير الهلال جت عشان تعزل فريقها، كانوا عندهم توقع ان هم هيقابلوا تشيلسي، فمباراه تشيلسي جامده جدا، فبالتالي مكملين مع فرقتهم لغايه مباراه الاهلي، مباراه طبعا جامده جدا. فاعتقد هيكون في توازن ما بين الحضور ما بين جماهير الاهلي والهلال، عكس طبعا مباراه الاهلي وبالميرس. الناس بتوع بالميرس بصراحه طلعوا يعني اسكيه بدري حجزوا التذاكر، فكان برضو من ضمن الامور الغريبه اللي حصلت يعني. صحيح. لكن في كل الاحوال وبالمناسبه هي بعيده عن الاهلي، الاهلي ملوش ذنب فيها. في حاجه بس قبل ما يعني لو انتوا هتختموا، اتفضل يا امير، حاجه مهمه لازم نتكلم عليها ولازم ناكد عليها، وهي فيما يتعلق بمستر بيتسو موسيماني، لان الكلام كتير جدا بيتقال عليه، الكلام كتير جدا بيتقال على علاقته بالنادي الاهلي. في ثقه كبيره يا كابتن اسلام يا نهاوند، والرساله دي لكل جماهير النادي الاهلي، ثقه كبيره من مجلس اداره النادي في مستر بيتسو موسيماني، والراجل حابب ان هو يكون موجود ومكمل، والناس حابه ان هو يكون موجود ومكمل. مش اي خبر يا جماعه يتقال يبقى صح، حتى لو يعني ناس اعلاميين كبار على عيننا وعراسنا مفيش اي مشكله، لكن وارد ان حد يقول معلومه يكون موفق فيها وغير موفق فيها. صحيح. فدي امور مهمه، وانا عارف ان جمهور الاهلي عنده قدر كبير قوي قوي من الوعي،
موسيماني مركز مع الفرقه، اللعيبه مركزه مع المدير الفني، احنا في تحدي مهم جدا في كاس العالم ولسه بننافس على ميداليه، فكل شيء هيبقى في وقته. ورساله يعني بنطمن من خلالها جماهير النادي الاهلي ان باذن الله الامور مستقره، وباذن الله الامور ايجابيه. نقطة مهمه، المعلومات اللي بتتقال ان لم يكن كلها تبقى معلومات صحيح. مش صحيحه بالمناسبه. احنا اتكلمنا في النقطه دي انا وكابتن اسلام في بدايه الحلقه فعلا، وقلنا قد ايه في لغط وفي كلام ملوش اي لازمه، وتحديدا في التوقيت ده، واحنا بنبقى فاهمين ليه تحديدا في التوقيتات اللي زي كده بتطلع اشاعات كتيره. ولكن النقطه اللي انت قلتها برضو بناكد عليها تاني، واكدنا اوريدي عليها فكره، هنا اي حاجه هتطلع، اي شيء هيطلع خاص بالنادي الاهلي تاخده من مصدره، غير كده انا اسفه جدا أكيد. حضرتك مهما طبعا. على شانك في الصحافه او في الاعلام او في اي مجال، او لك مصادر يمكن يعني احنا لا نعلم عنها شيء، ده ما يديش الحق ان حضرتك تتحدث ابدا بتصريح خاص بالنادي الاهلي، ده غير مقبول تماما. واعتقد زي ما انت قلت يا امير، ان هو يجتهد الجماهير مشكله خالص، بس لكن الجماهير بقت لكن في نفس الوقت احنا برضو دورنا ان احنا نطمن جمهور النادي الاهلي، ده امر مؤكد، لان الامور ماشيه يا جماعه بشكل جيد جدا، وفي تركيز تام في البطوله، وفي ثقه كبيره متبادله ما بين المدير الفني وما بين اداره طبعا. النادي الاهلي واللعيبه كمان مع المدير الفني، فالامور جيده يا جماعه، اطمنوا مفيش اي حاجه. اجتهد بس يعني لما بيبقى يعني في حدود الواقع برضو، ما تجتهدش في حاجات مالهاش علاقه بالصحه. على كل حال يا امير بنشكرك، ترجع لنا بالسلامه ان شاء الله، وان شاء الله طبعا تغطيتنا مستمره مع حضراتكم على قناه الاهلي حتى يوم المباراه، وباذن الله نقدر ان احنا كمان نفرح اليوم ده ويفرحنا الاهلي زي ما هو متعود. ولكن اكيد كابتن اسلام هتبقى مباراه قويه جدا كمان، لو احنا تابعنا المباراه الخاصه ب يعني الهلال السعودي وتشيلسي، لا ناس كتير زي ما كانت متوقعه الهلال السعودي مش هيبقى عنده هاي سكور مثلا او هيخسر بهاي سكور، لا هو لعب حلو جدا، يمكن الشوط الاولاني ما كانش بيهاجم لان ربما كان هناك رهبه، ولكن بعد كده لعبوا بشكل هجومي رائع جدا، والسكور ان هو قدام تشيلسي برده 1-0 مش حاجه بسيطه، ده يؤكد ان هو برده فريق تقيل. فان شاء الله خير طبعا. هنتكلم في كل التفاصيل دي في الفقره الجايه باذن الله، هنتكلم في كل هذه التفاصيل، وان شاء الله يعني هنقول بقى اهم نقاط القوه، اهم نقاط الضعف اللي موجوده في نادي الهلال السعودي. الحقيقه لانه فريق قوي، ولكن صح نادي الهلال فريق قوي، وعمالين نقول كده بقى لنا 3-4 ايام، ولكن لا تنسى ان حضرتك النادي الاهلي، مش عايزين ننسى طبعا، بنقول اهم نقاط القوه واهم نقاط الضعف وكل حاجه، ولكن لا تنسى ان احنا نادي الاهلي. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل استقبل دكتور احمد ثابت ودكتور محمد جمال، هنتكلم عن اهم نقاط الضعف والقوه الخاصه بفريق الهلال السعودي، ولكن بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النهارده الشياكه واضحه، الشياكه واضحه مع الكل فعلا مع صح. بدايه من سلا ودكتور احمد ثابت، يعني ويمكن انا شويه ولا النهارده كئيبه، انا مكئبه الدنيا النهارده، انت على طول فيعني انا ما لا لا كلنا الاخضر النهارده عامل شغل. ازيك يا ابو حميد؟ الحمد لله تمام، كله تمام. اتعلم منك يا كابتن اسلام. الاخضر ده، الاخضر ده بتشجع مين؟ انا مش يعني قبل كده احمر ماشي، بيلبس ازرق والهلال. ازيك يا محمد، اخبارك ايه؟ حبيبي ربنا يبارك. انت على طول برضه الشياكه يعني، بس انت محافظ على الالوان الطبيعيه. بحاول بنحاول نحافظ على الالوان الطبيعيه. احمد امبارح نبيتي والنهارده اخضر، حاجه حلوه جدا. ايه الاخبار؟ كله كويس؟ اه الحمد لله تمام. ماتش صعب. اه طبعا. زي كل يوم هبدا بالسؤال اللي دايما بساله، مباراه صعبه، مباراه مهمه، فريقين كبيرين الحقيقه، سواء النادي الاهلي او نادي الهلال، وبالتالي هنشوف مباراة حلوة لأن كل فريق عنده أدواته اللي يقدر يلعب بيها يا أحمد. طبعا مباراة صعبة، يعني أنا بشوف يمكن ممكن تكون مباراة الهلال السعودي بالنسبة لنا كمان ممكن تكون أصعب من مباراة بالميراس. بشوف إن بشوف إن الهلال السعودي ممكن يكون أقوى شوية من بالميراس، هما الاثنين نفس التكتيك، نفس التحولات، نفس السرعات، حتى المدرسة البرتغالية، ولكن الهلال بيمتاز كمان عن بالميراس ان هو كمان عنده دكه بدلاء قويه جدا، سواء ميشيل دالجادو، سواء كاريو اللعيب منتخب بيرو، عندهم دكه بدلاء قويه جدا. والنقطه الثانيه كمان ان الاجنحه بتاعتهم بتدافع كويس، عكس فرقه بالميراس ما كانتش الاجنحه بتدافع كويس. فانا بشوف يمكن ان المباراه بالتاكيد هتبقى اصعب، ولازم ان شاء الله. في نقطة مهمة جدا، ان النادي الاهلي بيسعى ان هو يتوج بالميدالية الثالثة، دي هتبقى البرونزية ان شاء الله، ان شاء الله البرونزية الثالثة. فدي لو حصلت هيبقى النادي الاهلي ثالث اكتر نادي في العالم حصولا على الميداليات في كأس العالم للأندية.
النادي الاول نادي ريال مدريد جاي عنده اربع القاب 2014 و2016 و2017 و2018. النادي الثاني برشلونه عنده ثلاث القاب 2009 و2011 و2015 ومره وصيف سنه 2006. فبالتالي يعني النادي الاهلي ان شاء الله يخش يبقى بثلاث برونزيات. طبعا في كورينسيانز البرازيلي عنده اثنين ذهب، بايرن ميونخ عنده اثنين ذهب، ليفربول عنده واحده ومره وصيف. فالنادي الاهلي ان شاء الله يخش باذن الله، يعني ده عايزين ده يبقى دافع لينا ان احنا ان شاء الله نحقق الميداليه. الهلال السعودي برده عنده دافع مهم جدا ان هو ما عندوش ولا ميداليه، فدي بالنسبه له حلم مهم جدا ان هو يحقق ميداليه في كاس العالم. اول هيبقى اول فريق سعودي لو اول فريق سعودي يحقق ميداليه في بطوله كاس العالم للانديه. بالظبط كده. جمال شايف المباراه ازاي برده بشكل عام؟ يمكن اعترف شويه مع فرقه الهلال، فرقه طبعا فرقه قويه، عندهم الجزء الامامي جزء قوي جدا جدا، بدايه من محمد كنو وانت طالع بقى هنتكلم عليه تفصيليا، يعني الخماسي الامامي الثلاثه اللي بيلعبوا تحت الاسترايكر ومحمد كنو، الخماسي ده خطير جدا في الناحيه الهجوميه. نعم. لكن هم عندهم مشاكل كتير جدا دفاعيه لدرجه ان هم مستقبلين 20 هدف في 17 ماتش في الدوري السعودي السنه دي. ليوناردو جاردام عنده مشاكل كتير جدا وانتقادات، والجماهير هجمته بعد مباراه التعاون رغم انه فاز 3-2 هجمته بشده بسبب انه الاداء والمردود اللي بيقدمه الهلال السعودي بكل الصفقات وبكل اللعيبه الاسماء تخض، وده شويه اللي عامل الراو او الزخم بتاع قوه الهلال السعودي. طبعا الهلال السعودي فريق يحترم، فريق قد كبير. قد يكون، انا اسف ان انا هقطعك، ولكن قد يكون الشكل والاداء اللي لعب بيه نادي الهلال في المباراه الاخيره امام تشيلسي، اعتقد ان ده سواء من ناحيه الدفاعيه او الهجوميه كان كويس جدا، لانه لعب بشكل وستايل غير اللي بيلعب بيه ليوناردو جاردام، ان هو قفل الملعب قدر الامكان. الشوط الاول ما كانش الاداء جيد، قدروا ان هم يطلعوا بنتيجه 1-0 في الشوط الاول، لكن لا يزال الهلال عنده نفس المشاكل. لما نيجي نتكلم على الحالات حتى في المباراه اللي كسبها 6، يعني في مباراه الجزيره لما نيجي نتكلم على الحالات والمشاكل الدفاعيه، اللي على الرغم ان ليوناردو جاردام مدرب اسلوبه دفاعي بحت، الا انه حتى هذه اللحظه المردود الدفاعي اللي بيقدمه فريق الهلال مردود كارثي. بنتكلم على 20 هدف في 17 مباراه، 13 هدف في اخر 10 مباريات بس، بنتكلم على معدل كبير جدا لفريق زي الهلال اللي خلاه يرجع في ترتيب الدوري السعودي للمركز الرابع. تمام، خلينا نبدا يا احمد بالحالات الهجوميه بالنسبه نبدا بالتشكيل الاول. خلينا نستعرض تشكيل الهلال. اتفضل. طبعا ليوناردو جاردام المدرسه البرتغاليه، دي تاني مره برضو بنقابل المدرسه البرتغاليه، المدربين البرتغاليين ممتازين جدا على مستوى العالم. تعال نشوف الهلال السعودي طبعا بيلعب بطريقه 4-1-4-1 او 4-2-3-1، هنقول ازاي. اول حاجه طبعا في حراسه المرمى عبد الله المعيوف، وده واحد من الخبرات عنده 35 سنه وهو كابتن الفرقه. الاثنين المساكين علي البليهي، وده عنده 32 سنه رقم 5، والمدافع الكوري جانج هيون سو، ده عنده 30 سنه مدافع منتخب كوريا الجنوبيه. نيجي للباك رايت محمد البريك، الباك ليفت رقم 12 ياسر الشهراني. نيجي بقى دول الاربع مدافعين. نيجي اللي بشوفه اهم مفتاح لعب في بناء الهجمه عند فرقه الهلال السعودي هو الكولومبي بوستافو، وده ليه دور مهم جدا في عمليه بناء الهجمه، واللي دايما بيبنوا من عنده الهجمه. يعني لو عملنا حتى عليه مارك كمان زياده، ليه؟ لان ده مهم جدا جدا. انا بشوف اهم حاجه دلوقتي في موسيماني مين اللي هيضغط على جوستافو، لازم امنع بناء الهجمه من بدري، ولان هم عندهم خمسه ورا وخمسه قدام. فانت جوستافو ده لو ضغطت عليه، لو قربت منه محمد شريف او قربت منه عبد القادر او قربت منه طاهر او اي حد هيبدا، تحديدا راس الحربه، انا شايف ان هو لازم يراقب جوستافو. ليه؟ عشان امنعهم من تحضير الهجمه من الخلف. ده جنسيته ايه يا دكتور احمد؟ كولومبي. ومن اللعيبه الكويسه جدا، يعني اكتر لاعب عامل تمريرات صحيحه لغايه دلوقتي في الفرقه، اكتر لاعب عامل تمريرات طوليه، اكتر لاعب عامل انترسبشن. فلما يبقى لاعب اكتر لاعب بيلمس الكوره وعامل تمريرات من ورا، يبقى ده هم بيحضروا الهجمه من عليه، لازم انا اضغط اقرب واحد صحيح. منه. لا، وهو اللي بيعمل التوازن، خلي بالك كمان الدفاعي الهجومي، هو اللي بيغطي الخمسه اللي قدام الدفاعي وبيباصي كويس صح لقدام. نيجي بقى للسعودي محمد كنو، وده واحد من اهم اللعيبه، وده السبب في تحويل طريقه اللعب من 4-2-3-1 ل 4-1-4-1. محمد كنو ده هنتكلم عليه نموذج للاعب البوكس تو بوكس اللي هو بيكمل جوه ال 18، لعيب متميز جدا في قطع الكره الثانيه ولعيب هايل اكثر من رائع محمد كنو. نيجي للثلاثي الامامي، طبعا ناحيه اليمين موسى ماريجا، وده منتخب مالي 30 سنه، ثاني اغلى لاعب في الفرقه، قيمته التسويقيه 8.1 مليون استرليني.
نيجي لاهم لاعب في الفرقه واللي بشوفه اخطر ارقام بتهيالي يعني عفوا يا دكتور احمد ارقامتي كانت زمان متداوله على اسمعكم يعني ولا ايه؟ 8 جنيه و 8 جنيه مصري يعني مش 8 مليون استرليني حاجه غريبه قوي اتفضل يا دكتور نيجي بعد كده لرقم 15 ماتيوس بيريرا البرازيلي وده بقى اغلى لاعب في الفرقه قيمته التسويقيه 11 وربع مليون استرليني واحد من اهم اللعيبه لا خلاص ما ده لعيب حريف جدا يمينه ماشي شماله ماشي بيقرب دايما هو عنده ميزه الزياده ناحيه اليمين وناحيه الشمال عشان يعمل مثلثات وبيكمل جوه المنطقه لعيب مميز قوي قوي ماتيوس بيريرا نيجي بعد كده ليس احسن لاعب في اسيا سالم الدوسري وده واحد من اللعيبه الممتازه جدا ونيجي قدام لايجالو اللي لسه منتقل ليهم و سالم الدوسري وإيجالو ده عنده 32 سنة لعيب برضو مميز جدا فكرة الهلال السعودي في بناء الهجمة زي ما قلنا بيعتمدوا على الكولومبي جوستافو عندهم الأربعة اللي قدام أو الخمسة اللي قدام كينو وبريرا وموسى ماريجا وسالم الدوسري وإيجالو الخمسة اللي قدام قوة هجومية مرعبة بس يعني انا عندي نقطه يا دكتور احمد من كلامك يعني متوسط الاعمار ثلاثينات هم خبرات هم بيجيبوا اللعيبه اللي هي بتبقى غاليه شويه من اوروبا يعني مثلا موسى ماريجا كان في بورتو بعد ما بيخلص بيروح هناك عشان طبعا الجانب المادي اكتر برضو كذلك ماتيوس بيريرا ما اثرش على اللياقه البدنيه ما اثرش على الاداء في الملعب يعني ملوش تاثير حتى الحقيقه مش مؤثر يعني موسى ماريجا ده بيروح يعني الميزه اللي حتى الميزه اللي انا قلتها ان الاثنين دول يعني ده طبعا شكل للخماسي الامامي سواء كنه ده الشكل اللي قدام فدايما الفرقه في خمسه قدام وفي خمسه ورا عشان كده قلت لو عملت مان على جوستافو ده يبقى انت فصلت الفرقه كذلك برضو الخمسه اللي قدام خطيرين جدا سالم الدوسري واحد من اهم اللعيبه اللي لازم تتم رقابته لعيب مهاري جدا ودايما مميز بالدخول للعمق دايما كل الحالات اللي جايبينها دايما هو بيخش لجوه يعني دايما سالم الدوسري بيخش لجوه موسى ماريجا واحد من احسن الناس اللي هي بتدافع وبتهاجم موسى ماريجا دايما قوي جدا بدنيا ودايما تلاقيه ورا يعني واحد من احسن الناس اللي بتدافع وبتهاجم اتفضل يا طيب هنتكلم بقى على تشكيل النادي الاهلي طبعا تمام وهنعلق على كام حاجه نربطهم يعني بتشكيل النادي الاهلي اول حاجه علي لطفي طبعا في حراسه المرمى يا جماعه معلش جمله كل مره معلش جمله كل مره اتفضل تشكيل هذا التشكيل ليس معلومه هذا التشكيل من وجهه نظر محمد جمال اتفضل يا محمد طيب في حراسه المرمى طبعا توقعات يعني طبعا علي لطفي الثلاثي اللي هيلعب في خط الدفاع هنتكلم على حمدي فتحي هو اللي هيلعب في النص ودي نقطه هروح لك في سؤال قبل ما اروح للتشكيل بحكم ان حضرتك واحد من افضل الزهراء اللي لعبوا ناحيه اليمين في الكره المصريه لما اجي اتكلم على لعيب زي ياسر الدوسري سالم الدوسري لعيب مميز جدا في ال1 في 1 او في الواحد على واحد انا لو انا دلوقتي محمد هاني هفضل ان اللعيب اللي يلعب ورايا الرايت سنتر باك وانا بلعب في 3 4 3 يكون لعيب حركي خفيف يقدر ان هو يكفر ورايا ولا لعيب ستاتيك زي ياسر ابراهيم يعني اروح للاوبشن محمد عبد المنعم يبقى مريحني اكتر وهو في ظهري ولا هروح لاوبشن ياسر ابراهيم محمد عبد المنعم يعني محمد عبد المنعم هو اللي يكون موجود في وجهه نظري انا يكون موجود في الرايت وياسر ابراهيم هو اللي يبقى موجود الناحيه الثانيه عشان يقفل على موسى ماريجا موسى يعني قوي بدنيا سريع كذا فبيقابل ياسر افضل وجهه نظري برضو تمام محمد هاني هيبقى وينج باك او جناح ظهير ناحيه اليمين علي معلول وينج باك ناحيه الشمال ثنائي في وسط الملعب اليو ديانج وعمر السوليه هنتكلم على الثنائي المهمين جدا احمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف الادوار اللي هتبقى مطلوبه بشكل كبير جدا جدا من الثلاثي ده طاهر محمد طاهر ومحمد شريف طاهر محمد طاهر طاهر ناحيه اليمين ومحمد شريف راس حربه واحمد عبد القادر وينج ليفت ليه طاهر محمد طاهر علشان الدور اللي احنا كنا بنتكلم فيه هنا مع محمد هاني علشان هو يقدر ينزل يقطع المساحه دي ويقدر يقفل على سالم الدوسري كمان يستغل المساحه الاكسلريشن او القدره على التحرك السريع والقوه الانفجاريه اللي عند طاهر محمد طاهر في المنطقه دي افضل شويه من حسين الشحات علشان يقدر يشتغل في المنطقه دي علشان يقدر يشتغل في المنطقه اللي ورا ياسر الشهراني اللي ياسر الشهراني عنده مشاكل كتير دفاعيه وشفنا الغلطه بتاعه الهدف والترحيل ولما نيجي نتكلم على الاخطاء والهفوات اللي موجوده في خط دفاع الهلال هنتكلم على الاثنين لعيبه دول تحديدا السبيس اللي ورا ياسر الشهراني السبيس اللي ورا محمد البريك او سعود عبد الرحمن لان سعود عبد الرحمن هو اللي لعب المباراه الاولى مع الجزيره ومحمد البريك هو اللي لعب مباراه تشيلسي
فمين اللي هيكون موجود فيهم؟ في الغالب محمد البريك خبراته اكبر بكتير، لكن هو ما استعادش عافيته بعد الاصابه، اصاب اصابه طويله ورجع من 3 شهور بعدها ما استعادش عافيته تاني. فالسبي المنطقتين دول لعيب مهم جدا جدا جدا، لازم يضغط عليه محمد شريف طول الوقت. هو اللعيب علي البليهي، علي البليهي واحد من اكتر اللعيبه اللي بيبقى مرعوب منه جمهور الهلال، لعيب كثير الكروت، بياخد انذارات كتير، بياخد كروت حمراء كتير، لعيب عنيف وعصبي جدا جدا جدا، حتى خد انذار في نهايه المباراه اللي فاتت، واخد 8 انذارات في الدوري السعودي في اول 17 جوله. فده من اللعيبه اللي بيتخوف جدا فريق الهلال وجمهور نادي الهلال منه. فمحمد شريف لازم دايما يشتغل عليه، على الرغم انه الخط الاول لبناء الهجمه هو ينجسو، هو اللي بيطلع دايما من ناحيه الرايت، هو الخط الاول لبناء الهجمه. علشان كده محمد شريف دايما يحاول ان هو بيشتغل في الحاله الهجوميه انه يبقى علي البلاي، في الحاله الدفاعيه واحنا بندافع هيضغط على هيونجسو علشان قدر الامكان ما يخلوش يعمل البيلد اب وما يطلعش لجوستافو كويلار هنا في وسط الملعب اللي هو لعيب مركز 6. وهنتكلم على جوستافو كويلار ومحمد كنو لما نوصل للحالات. طيب هو مهم جدا علشان برضو احنا بنتكلم عن الحالات اللي معانا. المفتاح في المباراه وجهه نظري الناحيه الهجوميه، لانه دايما الناس لما بتيجي تتكلم بتتكلم على انه 3 4 3 بتقلل من دورك الهجومي كاهلي كنادي اهلي طبعا. فبتقلل من الدور الهجومي، وبالتالي مفتاح نجاح هذه الطريقه بيبقى عمرو السولية طبعا. ليه؟ لان اليو ديانج بيبقى ملتزم اكتر مع الناحيه الدفاعيه هو وحمدي فتحي، لان في الفقره اللي قبل دي كنت بتكلم ان حمدي فتحي هو اللي بيعمل ايه، هو اللي بينجح شكل الاداء او شكل الطريقه اللي بيلعب بيها سواء 3 او 4 ورا، مش 3 4 3 يعني 4 2 3 1 او 4 3 3. وبالتالي الاثنين اللي بينجحوا الطريقه دي حمدي فتحي في الناحيه الدفاعيه مع اليو ديانج، ثم عمرو السولية الرابط ما بين الهجوم والدفاع واللي يخليك تحس ان انت بتهاجم، اللي هو كان بيقوم بدوره مجدي قفشه. هو اللعيب اللي بيعمل الربط دايما عمرو السولية، والدور اللي هيبقى واخده عمرو السولية، خليني اقول لك انه بسبب وجود محمد كنو وماتياس بيريرا تحديدا بيشتغلوا في العمق. نيجي نتكلم على الهيت ماب او الخريطه الحراريه بتاعت ماتياس بيريرا، ماتياس بيريرا بيشتغل بعرض الملعب كله، فهو بيتواجد دايما في المنطقه اللي فيها الكره عشان يعمل الزياده. في المباراه اللي فاتت تحديدا امام تشيلسي كان بيشتغل ناحيه اليمين، فلازم السولية هينزل يشتغل معاه، فهو ده هيبقى مطلوب من السولية دور مضاعف انه يقفل السبيس مع اليو ديانج عشان ما يسيبش اليو ديانج زي المباراتين اللي فاتوا يشتغل لوحده، وفي نفس الوقت هو اللي يعمل لك الربط والترانزيشن. بس انا بقى سؤالي المهم الحقيقه، هل عمرو السولية هيبقى قادر انه يعمل كده في ظل حاله الاجهاد والارهاق الكبيره جدا اللي كان اللي بيمر بيها خلال الفتره اللي فاتت، ولا الثلاث اربع ايام دول قد يكون في رجع له نفسه شويه؟ اعتقد اتفضل. في حلول كتير، يعني ممكن تبدا بالسولية، لقيت ان هو مجهد مثلا 45 دقيقه 60 دقيقه ممكن تنزل رامي ربيعه يقفل لك الحته دي لو انت جايب جون وعايز تدافع، او تنزل احمد عبد القادر لو انت بتلعبه وينج تلعبه جنب اليو ديانج، وتدخل حسين الشحات او تدخل ميكوسوني اي حواليه سليمان اي حد جناح وينج ينقل لك الفرقه، وتدخل احمد عبد القادر مكان عمرو السولية. ولكن المفروض ان هو يبدا بعمرو السولية. طبعا الاكثر خبره، الاكثر خبره وعمرو السولية لعيب لا غنى عنه، يعني ان شاء الله يكون عمل الثلاث اربع ايام دول عمل استشفى فيهم كويس جدا. وهو اللعيب الوحيد اللي مركز 8 في الفرقه كابتن، يعني هو اي حد تاني انا بجربه، يعني احمد طرح اسم احمد عبد القادر او لويس او ايا كان حد ينزل يشتغل تحت لو حسيت ان عمرو مجهد. مفيش اي لاعب في الفرقه موجود دلوقتي هو البوزيشن الاساسي بتاعه هو مركز 8، لعيب بوكس تو بوكس، محدش يقدر يعمل اي حد يبقى بيأدي عنده زي ما حضراتكم قلتوا ان هيبقى عنده مجهود مضاعف ان هو بيقفل على ماتياس بيريرا وبيقفل على ومحمد كنو ومحمد كنو غير كده كمان ان هو بيقفل وهو اللي بيساعد في الناحيه الهجوميه صح. وهو اللي بيقفل مع الراس حربه الثاني اللي هو 9 اللي هو 10 9 انا اسف تمام، وبالتالي هو عنده 5-6 ادوار في دور واحد يعني طبعا هيبقى دور مرهق جدا عليه، لكن هو ممكن يستعيد بده ان هو من مميزات عمرو السولية ان هو بيعمل الترانزيشن او التحول، هو مش لعيب اللي هو بيعمل فورورد رانينجز او بيحط الكره تحت رجله ويروح فيقطع مساحه كبيره فيتم ارهاقه، لا هو دايما بيعتمد على الاكيورسي او الدقه بتاعه الباس بتاع اللونج باس دايما في السبيس، فهو ممكن يعوض المساحات المقطوعه دي او ما يقطعش مساحات كتير عشان ما يجهدش نفسه، فممكن يستعيد بده عن طريق اللونج باس او الميديوم باس ان هو يشتغل دايما يعمل باصات متوسطه او باصات طويله في ظهر خط دفاع الهلال من غير ما يبذل مجهود كبير، ويعوض ده في المجهود الدفاعي اللي هيبذله مع اليو ديانج عشان يقفل الملعب. يعني لحضراتكم
دلوقتي لو هنيجي نتكلم عن السيناريو اللي حصل بين الهلال وتشيلسي، كان المشهد كان كالاتي، ان انت شفت لا كان في دفاع اكتر من قبل الهلال، الكفه كانت في الشوط الاول تحديدا لصالح تشيلسي، بعد كده ربما كان في شكل هجومي شويه من الهلال. هل ده راجع لرهبه تشيلسي ولا ده الفكر اللي بيلعب بيه برضو الهلال السعودي؟ يعني احنا مثلا هنشوف يوم السبت نفس الفكر في فكره دفاع في الاول وبعد كده هجوم، ولا المباراه ربما تختلف كليا؟ بنتكلم تحديدا انا بتكلم على الهلال. انا شايف ان التكتيك لا، جاردم هيبدا هجومي، هيضغط ضغط عالي علينا، هيلعب دفاع عالي واحنا اللي هندافع، هنلعب على هنقفل ونلعب دفاع المنطقه، لان انت ما ينفعش تلعب الفرقه زي دي بالقدرات دي وتلعب دفاع عالي وتلعب ضغط عالي والسرعات الموجوده، لا انت تدافع وتحاول تطول الوقت معاهم على قد ما تقدر، كل ما هي 0-0 انت احسن. انت ممكن تخطف الشوط الثاني بجون، ده او تلعب على هجمه مرتده، تستغل نقاط الضعف الموجوده، المساحات الموجوده ورا الظهيرين او بطء المدافعين عندهم، فدي ده اللي تقدر تعمله، ده الحل يعني. بصي حضرتك، تعالى نبدا بالحالات. هم اسلوب لعبهم ده شرح الاسلوب لعب طريقه الهلال السعودي. هم بيلعبوا زي ما قدامنا على الشاشه كده 4-1-4-1. مين ده؟ ده اللعيب الكولومبي جوستافو اللي هو بيغطي الخمسه اللي قدام، والخمسه اللي قدام زي ما قلنا سالم الدوسري واقف ورا. طبعا هم يعني لو قسنا المسافه ما بين المهاجم وما بين اخر مدافع في الهلال السعودي هتلاقي ان هم برده منظمين جدا، بس ادي المسافه ايه بالظبط؟ حوالي 24 متر، ولكن بيلعبوا دفاع عالي. النهارده انت فرقه ضغط عليك، وعلى فكره الدفاع العالي ده رغم كده انا شايف ان الضغط العالي بتاعهم مش منظم، يعني الضغط مش عاملين ضغط عالي قوي، فانت سهل ان انت الدفاع العالي ده من خلال السرعات الموجوده. عشان كده في التشكيله يمكن انا فضلت طاهر، فضلت محمد شريف، فضلت عبد القادر. ليه؟ لان هم عندهم السرعات اللي تنقلك من الحاله الدفاعيه للحاله الهجوميه، اللي تقدر تستغل المساحات الموجوده ورا الدفاع العالي اللي بيلعب بيه الهلال السعودي. نفس الشكل اهو 4-1-4-1 او 4-2-3-1 بتقدم كنه جنب ماتيوس بريرا اللي هو البرازيلي عشان يضغطه، فالطريقه بتتحول ل 4-1-4-1 زي ما احنا شايفين. ادي ماريجا ناحيه اليمين، كنه جنبه ماتيوس بريرا، سالم الدوسري، ايجالو النيجيري راس حربه، وجوستافو اللي بيغطيهم. نفس الشكل قدام تشيلسي هيبقى قدامنا برضه، بيحاولوا ان هم يضغطوا ضغط عالي ودفاع عالي. اذا الضغط العالي والدفاع العالي ده عشان تضربه لازم تخلي بالك جدا. حمدي فتحي تحديدا هيبقى دوره مهم جدا في الخروج بالكوره عشان تتخلص من الضغط العالي بتاعهم، ولازم تضربهم باللونج باس بالتمرير الطولي، يكون اسرع ويكون دقيق من خلال عمرو السوليه ومن خلال اليو ديانج في المساحات الموجوده. فزي ما احنا شايفين ادي صوره ثانيه، اذا دي طريقه اللعب، ده اللي هنشوفه من الهلال السعودي، هيبقى ضغط عالي مصحوب بالدفاع العالي زي ما شايفين. برضو انا شايف ان الضغط العالي هنا مش منظم، يعني ايجالو كسول في عمليه الضغط. ادي مدافع تشيلسي روديجر بيحضر الهجمه عادي جدا، ممكن انا العب على لعبه واستغل التمرير الطولي مثلا في ظهر البريك، شايفين زياده عدديه، اسبليكويتا هناك الباك رايت فاتح، وادي حكيم زياش جوه في مساحه فاضيه، فانت مهم جدا ازاي تقدر تخرج بالكوره، ده اللي يقدر يجاوب عليه موسيماني، انا هخرج من الضغط العالي اللي هم بيعملوه عليا ازاي. وخلي بالك احنا هنا رجعنا لدور عمرو السوليه طبعا، اللونج باص، لان نعم اللونج باص هو اللي بيعمل الكره الطول اللي انتوا اتكلمتوا عنه، ان هو افضل من يفعل او يضع اللونج باص في الاماكن المناسبه يعني مظبوط. هو اعتقد ان هنا الدور بقى رباعي او خماسي او سداسي بالنسبه لعمرو السوليه، ودور حمدي فتحي كمان. انت النهارده لو انت بتضغط عليك بايجالو انت اتنين مساكين، عندك حمدي فتحي هو الليبرو، فانت النهارده وجود حمدي فتحي سواء لعبت بثلاثه ورا او لعبت باربعه وحمدي فتحي هو اللي بيامن، هو اللي هيعمل لك عمليه الزياده، هو اللي يقدر اهم حاجه التمريره تكون سريعه اسرع بحيث ان انت تتخلص من الضغط العالي. كل ما انت بتجيبهم عندك زي ما قبل كده موسيماني لعب في مباراه الاهلي والاتحاد الشهيره قدام كابتن حسام حسن، عارف ان كابتن حسام حسن بيضغط ضغط عالي فخليه يجي عنده ويلعب في ظهره. فعشان كده طاهر برده كان طاهر هو اللي جاب الجول، كان جاب واحد من الاجوان، فطاهر او حتى الشحات او عبد القادر او محمد شريف يقدروا يستغلوا المساحات الموجوده في ظهر دفاع الهلال السعودي. طبعا عندي سؤال يا دكتور احمد، معلش لو هنيجي نقارن، والمره اللي فاتت برضو قارنا يعني السرعه والقوه البدنيه لصالح مين؟ الكفه مين الارجح؟ احنا بنتكلم متوسط الاعمار يمكن للهلال السعودي حاجه و30 او ثلاثينات، احنا يمكن اقل، فخليني برضو اعرف منه. هم اكيد القوه البدنيه عندهم اكتر واسرع بكتير للامانه، والسرعه كمان. السرعه ده عندهم موسى ماريجا ده قطر ماشي وقوي جدا بدنيا وسريع، عندهم برضو ايجالو قوي جدا، عندهم سالم الدوسري واحد من احرف اللعيبه، مهاري قوي في الواحد على واحد، ماتيوس بريرا وكانه دول بيشوطوا من اي حته. بالك احمد ده في الجزء الامامي بس، يعني هم في الجزء الامامي هم عندهم مشاكل كتير في الخط الخلفي، يعني الخط الخلفي أنا عندهم عملت يعني معلش خليني معاكم في النقطه دي، لان النقطه دي مهمه جدا وبتبين قد ايه ان ممكن النادي الاهلي يستطيع ان يفوز في هذه المباراه اذا قفل دفاعه بشكل جيد،
اذا قفل دفاعه بشكل جيد يستطيع ان يفوز بهذه المباراه بالمكانين اللي احنا عاملينهم دول اللي امام حضراتكم، اللي هم المساحات الفاضيه دايما دايما اربعه بتخلي الباكين بيخش لجوه اكتر عشان اقفل جوه، لان الكره لما بتطلع بره بيبقى في مجال ان انا اطلع لها كستوبر او كباك صح، عشان اقفل السبيس اللي بينه وبين الراجل قلب الدفاع اليمين. الله ينور عليك صح. اللي هي دايما بيستغلها اي حد هيفهم في 4 4 2 بيستغل السبيس دي. فانا بعمل ايه كباك؟ باخد الثلاث اربع خطوات لجوه عشان اقفل وبسيب بره مفتوح، بحيث ان هو لو الكره اتلعبت ورايا هيعمل ايه؟ اخره هيعمل ايه؟ هيجري على الجنب ويرفع يعمل الكروس صح. وبالتالي اهم ما يميز النادي الاهلي في هذه الفتره ايه؟ ان هو الاجنحه بتاعته بتعمل اوفرات بتخلي المهاجمين اللي موجودين يجيبوا جوان. فانت تقدر من خلال الطريقه دي او من خلال الاماكن اللي هو سايبك تلعب فيها ان انت تستغلها وتقدر تكسب منها، اللي هي المساحات خلف الظهيرين، اللي هي المساحات اللي موجوده خلف الظهيرين هي واضحه. هي مش محتاجه يعني انت فاهم، هي مش محتاجه، فهي ان انت تقول ان هو طاهر، فطاهر لو راح فهيبقى من الناحيه الثانيه عبد القادر وتحتيه علي معلول، تحتيه علي معلول، بس احمد عبد القادر بيخش كراس حربه تاني. اقصد لما بتكون طبعا الكره مع طاهر الناحيه الثانيه جنب شريف وينزل تحتهم الدور ال20 بقى الحمر السوليه طبعا. يبقى تحت محمد شريف واحمد عبد القادر لو الكره من ناحيه اليمين، وطاهر محمد طاهر لو الكره من ناحيه الشمال. عشان كده اخترنا السرعات في الاجنحه اكتر، اسرع اتنين في الفرقه طاهر وعبد القادر. اوكي، عشان شريف كده لما شريف كفرق شريف طبعا كراس حربه، بس من ناحيه الاجنحه طاهر وعبد القادر اتنين سرعة جدا يقدروا يستغلوا المساحه اللي حضرتك شاورت عليها يا كابتن اسلام، المساحات خلف الظاهرين اعتقد ان هي ان شاء الله تكون سلاح الفوز قدام الاهلي. هتكون البدايه ان شاء الله في ان احنا يا رب ان شاء الله لو قدرنا نقفل على الجزء الامامي اللي انتوا عاملينه ده الجزء الامامي، لان الجزء الامامي مرعب الحقيقه. طبعا مرعب. تعال نتفرج كمان على سالم الدوسري. بص سالم الدوسري اللي هو الجناح الشمال ده افضل لاعب في اسيا، اخدها مرتين، مميز قوي هو بدخوله للعمق زي ما احنا شايفين اللي ظبطت عليه اهو. ده الدوسري دايما بيخش لجوه، عشان كده الباك سواء عبد المنعم هنا او ياسر ابراهيم المساك ومعاه هاني لازم امنعه ده اخليه بره دايما افضل. حذاري من تحركات الدوسري لجوه، ما يخليش الدوسري يخش لجوه، لانه لو دخل لجوه بيشوط على طول ومميز بالتسديدات في الواحد على واحد، اخليه دايما يطلع لبره. نفس الكلام اللي قلناه على دودو. بص هنا برضو سالم الدوسري بيعمل ايه؟ هنا ماريجا تحول لراس حربه في الشوط الثاني، بيبازيها له اهو سالم الدوسري، هيروح فين بعد ما هيمررها له؟ اهو هيخش لجوه، هيكمل في الافلام، هيكمل لجوه، والثاني هيعملها له بكعبه، هيبقى لوحده يعني. هنا ثلاثة ضرب ثلاثة، بص كده ادي واحد هنا طبعا بيخش يكمل، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة، ضربوا ثلاثة بلعبة بتحرك واحد متحفظة ان سالم الدوسري بيخش للعمق. هات الصورة اللي بعدها هتلاقي سالم الدوسري بقى انفراد لوحده. بص ده طبعا دخل، بص اهو ادي ثلاث مدافعين، يعني ادي واحد اثنين ثلاثه، لو ثلاث مدافعين ما عرفوش ان هم يعملوا حاجه يعني. ليه؟ لان سالم الدوسري مميز جدا بالدخول لجوه، يبقى انا دايما اخليه يخرج لبره. سالم الدوسري البروفايل بتاعه دايما بيخش لجوه، خليه دايما لبره. عايز اتكلم على الخريطه الحاليه. لما نجيب الهيت ماب بقى بتاع سالم الدوسري هلاقي ان الحاله اللي احمد قال اتكلم عليها دي اللي هي الحاله الغالبه على اداء سالم الدوسري عموما في الدوري السعودي او حتى مع المنتخب السعودي في ماتش تشيلسي ما عملهاش غير مره واحده، لان الهيت ماب بتاعته لو نجيبها على السكرين، الهيت ماب بتاعت سالم الدوسري طول الوقت كان بيشتغل على اللاين. ليه كان بيشتغل على اللاين؟ على الرغم ان هو كل امكانياته ان هو يشتغل انسايد او يشتغل في العمق، كل امكانيات لكنه لا ده كنه. عايز الهيت ماب بتاعت سالم الدوسري اهو، دي الهيت ماب بتاعته يا كابتن. بص موجود فين طول الوقت؟ على اللاين. دخوله للعمق كان قليل جدا، على الرغم ان دي عكس طبيعه سالم الدوسري وعكس اللي كان اللي دايما بيعمله مع المنتخب السعودي، دايما موجود على اللاين، دايما بيشتغل على الخط. ليه؟ عشان يعمل ستريتشنج هنا فالمدافعين يتسحبوا معاه ناحيه اليمين ويفضي لموسى ماريجا انه يخش مهاجم تاني ويعمل الخلخله، يخش موسى ماريجا مع ايجالو، بقوا دايما اتنين على اتنين. ده اللي كان بيحاول يعمله ليونارد جاردين مع تشيلسي، طبعا ما اتعملتش كتير، ما اتعملتش غير مرتين بس في المباراه، لكن سالم الدوسري طبيعته وطريقه لعبه حتى في مباراه الجزيره انه بيدخل انسايد، لكن ده في مباراه تشيلسي كان استثناء ان هو كان بيشتغل على اللاين عشان يعمل ده. فدي واحده من التاكتكس اللي بيحاول يعملها ليونارد جاردين، ان هو يسحب الفرقه، ما يعتمدش بس على ال1 في 1 بتاعه سالم الدوسري، لكن ان هو يشتغل يسحب الفرقه كلها ناحيه اليمين ويعمل خلخله، يفضي لموسى ماريجا، لان موسى ماريجا في الاساس هو راس حرب مش جناح. موسى ماريجا لما بيدخل انسايد، موسى ماريجا لما بيدخل انسايد بص فين يا كابتن؟ صح كده، بيخش هنا،
ليه؟ عشان هو بيستغل وجود دي نفس الفكره اللي انا كنت بتكلم عنها بالنسبه لاحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر اللي هم الترحيل. نعم الترحيل 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 لكراس حربه تاني كده. انا نفسي يعني انا نفسي اشوفهم كده. هو رقم 9 ده مثلا اجاله مثلا ده يبقى محمد شريف، ورقم 17 ماريجا ده طاهر. يبقى طاهر انت فاهم. انا قصدي ان انا اخش العب راس حربه، العب راس حربه، خصوصا ان طاهر الفتره اللي فاتت كان بيلعب راس حربه اوريدي الماتشين اللي فاتوا. وعشان اقدر استغل المساحات اللي انت شرحتها يا كابتن على السكرين كده. انا هستغلها ان انا هعمل كروسات، فانا كروسات بدون فعاليه هجوميه او تواجد هجومي ملهاش لازمه، فلازم طاهر يكمل محمد شريف على الاقل يبقى عندي اثنين، ويكمل دايما هنا في المنطقه بتاعه زون فورسولي اللي هي على 18 دي، يكمل عمرو السوليه دايما عشان ياخد السكند بول. مهم جدا ان احنا ما رافقتش السكند بول. طب انا عندي سؤال معلش، السيناريو المتوقع بقى ان شاء الله يوم السبت، هل نفس الفكره هنا اللي يعني اللي هيعملها مع او عملها مع تشيلسي هيعملها معانا، ولا تفتكر ان هو هيرجع للسيناريو القديم بتاعه التاكتيك القديم بتاعه؟ حسب بدايه المباراه سالم الدوسري، بنتكلم على سالم الدوسري حسب سيناريو المباراه ومين اللي هيلعب ناحيته. لو هو حاول يشتغل من العمق ولعب ناحيته محمد عبد المنعم ولقى ان الدنيا مقفوله في العمق، هيرجع تاني يشتغل على اللاين. لكن هو فطرته وطريقه لعبه انه بيشتغل بالحاله اللي كان جايبها احمد، اللي هو بيشتغل انسايد ويحاول انه يشتغل ويسحب اللعيبه، وان هو يخش يعمل سواء يصوب او يعمل الباس. بعد كده هيلعب السيناريوهين المتوقع ان هو يبقى عنده السيناريو ده وده ويبقى الاثنين جاهزين. طبعا تمام. تعالى نتفرج بقى على بروفايل كينو. كينو ده واحد من احسن اللعيبه الارتكاز البوكس تو بوكس اللي بتكمل دايما. بص بيشوط منين؟ قدام تشيلسي من 24 متر بيشوط كويس قوي، من احسن اللعيبه اللي بتشوط. حذاري لازم نخلي بالنا من تسديدات كينو، لازم السوليه وديانج وحمدي فتحي وعبد القادر وطاهر او الشحات اي حد هيبدا في الحته دي. بص هنا برده بيكمل جوه ال 18 ازاي، اللي فاتت شفنا تسديده هو اللي عليه السبوت ده كينو. بص هنا ماتيوس بيريرا بيقرب منه بيتحرك مزبوط. في المساحه الفاضيه كانه بيقطع، ده لعيب يا جماعه ارتكاز يعني زي السوليه بالظبط، هو مركز السوليه كانه بيكمل جوه المنطقه. عشان كده بقول ان الطريقه بتتحول من 4 2 3 1 ل 4 1 4 1 ازاي؟ بزياده كانه كمهاجم كمان خامس معاهم زي ما احنا شايفين، عليه 10 على 10 عليه الزياده هايله. بص بيعمل العرضيه ليجالو جاب هدف جون في الجزيره الاماراتي، دي كانت في اول مباراه قدامهم في كاس العالم للانديه. فلازم نخلي بالنا من كانه تحديدا، ليه؟ لانه ما بيبقاش متراقب. يعني هنا كأنه برضو كان ساهم في الثلاث اهداف في مباراه الجزيره. هنا قطع الكره الثانيه، يعني احنا جايبين دوره هو بيسدد، دوره هو بيكمل جوه المنطقه، دوره في استعاده الكره الثانيه. نعم. الحاجه الرابعه دوره في الضربات الركنيه، مين اللي هيمسك كأنه يعني هنا في الضربات الركنيه بتاعتهم كأنه بيبقى واقف، هم بيبقوا عاملين طريقه الحصان، بعدين كأنه بيقوم قاطع القريبه اللي هو اللعيب رقم 28 هتتلعب له، بيعملها بالهيد هايله. اذا كأنه بيعمل اربع حاجات، لعيب ارتكاز نموذجي بيكمل جوه ال 18، بيشوط من بره، بيستعيد لك الكره الثانيه بطريقه كويسه جدا، الحاجه اللي بعد كده بيسجل كمان من الضربات الركنيه من خلال الراس عن طريق حركه الحصان اللي بيعملوها، ان هو بيبقى واقف بره وبيخش جوه المنطقه لان هو طويل القامه كمان. فكنه عنده كل مميزات لعيب الارتكاز العصري. حذاري منه ليه؟ لان انت بتبقى عينك على ماريجا، عينك على سالم الدوسري، عينك على ايجالو، عينك على بريرا، لكن اللي بيبقى جاي من ورا انت مش واخد بالك منه. عشان كده لازم نخلي بالنا من كنه لانه لاعب منتخب السعوديه. طبعا هنتكلم برضو على الهيت ماب او الخريطه الحراريه بتاعت كنه في مباراه تشيلسي كان سايب بقى الناحيه الشمال خالص وسايب الدور، وكان بيرحل جوستافو جويلار بيلعب تحت لعيب مركز 6 بس مرحل ناحيه الشمال، هو بيلعب دياجونال بيلعب قطري عليه طول الوقت، كان بيتواجد ناحيه اليمين عشان يشتغل يسند مين؟ يسند موسى ماريجا. موسى ماريجا بيدخل دايما في العمق عشان لما بيستلم هو دايما لما بيعمل الكنترول والهولد ويقف عشان يستلم الكره بيسند على محمد كنو. فطول الوقت هتلاقي الهيت ماب بتاعته، بص يا كابتن موجود فين؟ طول الوقت موجود ناحيه اليمين، بيروح ناحيه اليمين عشان يشتغل في المنطقه دي. ليه بيروح ناحيه اليمين؟ لانه لقى ليوناردو جارديم مع الوقت ان محمد البريك عنده مشاكل دفاعيه كارثيه، فكان بيخليه يثبت هنا ما يطلعش قدر الامكان، فلازم لعيب يعمل السبورت لموسى ماريجا في المنطقه دي. مين اللي كان بيروح يعمل معاه السبورت ده؟ محمد كينو، عشان يسنده هنا في المنطقه دي عشان بعد كده يرحل هنا في اللقطه دي كانت في الدوري السعودي. بنتكلم على محمد كينو موجود فين؟ في مركز الجناح، لكن مش ده اللي بيحصل، مش ده اللي هيعمله محمد كينو قدام النادي الاهلي. محمد كينو هينزل تحت هنا بيشتغل المكان اللي موجود فيه الحكم ده بالظبط علشان يقدر يعمل سبورت لموسى ماريجا اللي طالع عليه ويعملوا الدبل اب اذا امكن. لو حصل عندنا تاخر في الارتداد هتبقى مشكله كبيره جدا، لانه محمد البريك انا متوقع ان ليوناردو جارديم لانه مدرب اسلوب دفاعي هيحذر ياسر الشهراني في الباك ليفت ومحمد البريك ان هم يزيدوا بشكل كبير ويعتمد على الخماسي الامامي قدر الامكان، مش هيطلع ولو طلع واحد من الظاهرين الثاني هيثبت قدر الامكان عشان يقفل الناحيه بتاعته ويعملوا الترحيل الدفاعي بدل ما يبقى فيه اثنين بس في الاثنين السنتر باكس سواء البليهي او يانغ سو
لا يرجع معاهم لعيب ثالث فيبقوا ثلاثه في الحاله الدفاعيه على اسوء الفروض. ماتيوس بريرا بقى ده اكتر لاعب قلنا ان هو اغلى لاعب في القيمه التسويقيه، اكتر لاعب بيصنع فرص، تعال نتفرج عليه وده لازم تتم رقابته لان هو بيصنع 4.5 فرصه معدله كده، يعني كل ماتش بيعدي الاربع فرص لزمايله. ده اللي معاه الكوره بريرا، طبعا بيضرب لعيبه تشيلسي بتمريره لماريجا اللي بيتحرك دايما داخل العمق اهو ماريجا، بتمريره واحده بتضرب دفاع تشيلسي. فبريرا اللعيب البرازيلي اكتر لاعب بيصنع فرص في الفرقه دي، عشان كده لازم نخلي بالنا من تحركاته في الزون 14، هو مميز جدا بتحركاته في الزون 14 وبيروح دايما ناحيه اليمين يعمل مثلث. ارجع كده بالصوره اللي قبلها بس يا استاذ سمير، ارجع بالصوره اللي قبلها ثانيه واحده. هنا بريرا عامل مثلث ناحيه اليمين مع الباك رايت ومع موسى ماريجا، يعني لو عملنا هنا هتلاقي نفس الزبطه 1 2 3، هنا بيروح عشان يعمل الزياده، طريقه المثلثات بريرا بيجمع نفسه دايما عشان يجمع اللعب هنا وبيجمع اللعب هنا ومميز جدا بصناعه الفرص. فتخلي بالك من تحركات بريرا برضو، واحد من اللعيبه المميزه اللي واحد من اهم اللاعبين. الحقيقه الناحيه الهجوميه اذا لو بصينا بشكل عام هنلاقي الناحيه الهجوميه عند فريق نادي الهلال السعودي، خلي بال حضراتكم احنا لما بنشوف كده لان الناس بعتلي بتقول لي يعني طبعا فريق جيد وفريق كل حاجه، ولكن في نفس الوقت عنده مشاكل دفاعيه واضحه جدا زي ما جمال وثابت قالوا، لو عندكم الحاجات الدفاعيه نعم في نقاط ضعف عندهم الحالات الدفاعيه المشاكل الدفاعيه. اول حاجه تعالى نتفرج على المشاكل الدفاعيه عندهم المساحات. الباك ليفت ياسر الشهراني واحد من الناس المميزه جدا هجوميا، لكن على المستوى الدفاعي بصراحه عنده مشاكل فيها. يعني بص هدف تشيلسي عرضيه من الجناح بتاع تشيلسي، لوكاكو واقف فاضي، بص كام واحد بقى واقف فاضي هنا، ثلاثة. هنا عندهم مشاكل في الرقابه الدفاعيه واضحه جدا، عشان كده بنقول ان هم دفاعهم على المستوى الهجومي اقوياء جدا، ولكن على المستوى الدفاع عندهم مشاكل تقدر ان انت تستغلها من خلال الهجمات المرتده ومن خلال برضو العرضيات من خلال معلول ومن خلال محمد هاني. زي ما احنا شايفين ادي ياسر الشهراني بيصلحها لوكاكو وبتيجي هدف. تعالى برضو نشوف حاله ثانيه نفس اللعبه يا كابتن اسلام اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها. معلش يا احمد، رجع الصوره اللي فاتت دي بتاع الجول، رجع الصوره ثانيه واحده بس. طيب بص يا كابتن، اللقطه اللي انت بتتكلم عليها بتاعه الترحيل، بص الراجل ده مرحل فين وسايب مين وراه؟ لا طبعا لازم خطوتين ثلاثه ورا مرحل. الراجل مرحل داخل جوه قوي، ورغم انه مرحل هو اللي غلط، هو اللي استلم غلط. عارف هو غلط عشان هو مرحل غلط، لانه واقف في البوزيشن غلط، فهو مش عارف المكان ده مكان السنتر باك، هو واقف فيه غلط فما عرفش يستلم ولا عرف يطلعها، فساب السبيس وراه اللي حضرتك كنت بتتكلم عليها. السبيس اللي وراه شارع، هي حتى لو عدت منه الراجل اللي وراه فاضي جون او يعني هتبقى خطر. اللعبه اللي جايه دي بقى مهمه جدا دي، ان شاء الله اخر لعبه معانا اللي جايه دي، ولا لسه عندك حاجات دي سلاح الفوز يا كابتن اسلام. ان شاء الله المساحات الموجوده في ده الدفاع العالي يا جماعه سهل جدا ان انت تضربه. شايف قد ايه يا كابتن اسلام؟ ادي الدفاع العالي جون الجزيره الاماراتي بالذات ناحيه الشمال، ناحيه المساحه اللي ورا الباك ليفت دي مهمه جدا يتحرك فيها طاهر محمد طاهر او عبد القادر او الشحات او اي حد هيلعب. بص المساحه قد ايه فاضيه جدا. هات الصوره اللي بعدها، بص الكره اتلعبت ازاي في الدفاع العالي ده اللي انا بتكلم فيه، ده سلاح الفوز. انت لو جبتهم في مناطقك هاتهم خليهم يلعبوا الكره عادي خالص وانت ضربهم في ظهرهم اهو. بص قد ايه يا كابتن اسلام المساحه اللي حضرتك اتكلمت عليها، تغطيه برضه تغطيه الحقيقه سيئه جدا، تغطيه سيئه جدا. بص المساحه اللي هي ورا ايه، هنا ورا وهنا هنا وهنا كمان وهنا الراجل في السنتر. التغطيه العكسيه مفيش، يعني العرضيه ملعوبه، كره عرضيه ملعوبه مفيش، يعني ما كره عرضيه بنفس الشكل ده مفيش. الناحيه الثانيه اتلعبت، هات الصوره اللي بعدها، هتلاقي المهاجم بيسجل ودفاع الهلال عنده مشاكل كتير سواء في المساحات اللي ورا الظاهرين او في الرقابه. المدافع الكوري ده انا بشوفه بطيء قوي، يعني لما بتفرج على ماتشات للهلال بلاحظ ان المدافع، بص المهاجم واقف لوحده قدام وبيسجل. معلش يا دكتور ثابت، مش معنى ان هم عندهم مشكله في الدفاع ده يدينا يعني الافضليه ان احنا ممكن نهاجم من الدقائق الاولى، بدل ما زي ما قلت ان احنا لا بالعكس ندافع وبعد كده الشوط الثاني ممكن نهاجم؟ لا. يعني ممكن انت تخلص المباراه في البدايه طالما عارف نقاط الضعف في الفريق الثاني بشكل كبير. هي نقاط الضعف فين؟ في المساحات الموجوده ورا المدافعين اللي هو الدفاع العالي. فانا اعمل ايه؟ اخليه يجي لي، تعال انت هاجم وسيطر واستحوذ، وكل ما انا بطول الماتش كل ما اكون احسن، اللياقه البدنيه تقع اقوم ضربه بتمريره طوليه. تمام. هو حاسس بهجمه مرتده، هو حاسس كهلال ان هو جايب صفقات غاليه جدا وقويه جدا وكذا وكذا، فهو لما هيلاقي الاهلي مقفل بشكل كويس هبقى عايز اطلع عشان اكسب، فهعمل المساحات اللي الاهلي منتظر. اللي موسيماني بيدور عليها علشان يروح بيها. حاجة كمان، انت النهارده لو ضغطت من الاول وعملت ضغط عالي وعملت دفاع عالي زيه هتفرق، المساحات بتاع السرعات اللي عندهم دي هتعاني فيه. صحيح. فانا الاحسن ان انا ضيق العب في مساحه قليله واخليهم يجوا واستغل اللي في ظهرهم عشان اكسبهم.
واحنا بنحضر للاخطاء اللي موجوده في خط الدفاع في خط الدفاع الهلال يا كابتن، فكان حد ممكن يجي يقول لك انه ده في كان في بدايه المباراه وهم مندفعين. الحاله دي اتكررت 7 مرات خلال المباراه في كل اوقات المباراه. yeah. والهلال قبل ما يسجل، والهلال بعد ما سجل، والهلال هو كسبان 3، والهلال هو كسبان 4، والهلال هو كسبان 6. نقطه ضعف واضحه، نقطه ضعف واضحه، حتى بتتكرر بنفس الشكل في الدوري السعودي. سبيسز والهاف سبيسز الموجوده هنا ما بين الاثنين السنتر باكس، بص الراجل ده طالع مش ممسوك، الراجل اللي ما بين قلبين الدفاع مش ممسوك، الراجل هنا اللي موجود ما بين الباك ليفت والسنتر باك مش ممسوك، الاربعه اللي موجودين اللي رايحين على 6 لعيبه الاربعه مش ممسوكين. دي اتكررت 7 مرات، يمكن فريق الجزيره ما قدرش يسجل منها، لكن معدل التهديفي اللي بيستقبله الهلال في كل مباراته السنه دي بيقول لك ان المشاهدي المشكله لم تعالج. عموما يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه، هي مباراه صعبه وكل حاجه، ولكن في النهايه كل فريق له نقاط ضعفه ونقاط قوته، كل فريق في العالم له هذا الامر، وبالتالي شرحنا لحضراتكم كل نقاط القوه اللي موجوده في نادي الهلال وتتمثل في الخماسي الهجومي او الرباعي ومن وراهم كنو. فبالتالي اما الناحيه الدفاعيه فعندنا او نادي الهلال عنده فيها مشاكل كثيره جدا جدا هنتكلم عليها، وان شاء الله ان شاء الله نشوفها يوم السبت، واكيد طبعا موسيماني درس الكلام اللي احنا بنتكلم فيه. انا بشكركم جدا على وجودكم معنا، شكرا جزيلا دكتور احمد، شكرا جزيلا دكتور محمد على وجودكم معنا. خلونا نطلع فاصل، ولكن قبل ما نطلع فاصل خلينا نروح نشوف تقرير عن النجم القادم او الصاعد بسرعه الصاروخ محمد عبد المنعم. نطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل الدكتور احمد فوزي هيكون معنا في الجزء الاخير من هذه الحلقه، الاهلي في المونديال. نطلع نشوف هذا التقرير وتقرير وفاصل، بعد الفاصل دكتور احمد فوزي. الاهلي في المونديال ولسه فقراتنا مستمره، واخر فقره خلاص وصلنا ليها في حلقه النهارده، ومنورنا فيها كابتن احمد فوزي نجم الاهلي السابق، وحديث مستمر عن ماتش الاهلي والهلال السعودي. ويمكن احنا عايزين ندخل في الموضوع على طول ونعرف مين الكفه عنده ارجح، بس خلينا طبعا نرحب في البدايه. يا مساء الخير النهارده، بقول لك مساء الخير أول مرة. على طول اول مره على طول بتقولي صباح الخير، اول مره يبقى مساء الخير. كل ما افتح الاقي احمد فوزي صبح، ايه دلوقتي انت اللي بتقول عليا النهارده؟ لا يا عم انا ما ازيك يا دكتور؟ الحمد لله صباح الخير. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ منور كويس؟ ربنا يخليك يا حبيبي. الحمد لله على السلامه، ودايما ربنا يخليك يا حبيبي، ان شاء الله دايما بخير يا سلام. يا رب طبعا اكيد، يعني انا بتشرف بيك على طول. انا هوانت نورنا والله يا كابتن فوزي. احمد انا بحب اسمعه لانه موضوعي جدا في كلامه، وبيعرف يقول الكلام المنطقي. انا بزعل اصلي جدا من الكلام اللي مجرد كلام بيتقال وخلاص، اللي هو ايه؟ اللي هو ما انا عندي فريق كبير جدا، النادي الاهلي فريق واحد من اكبر الفرق في العالم، انا بعتبر كده الموضوع بالنسبه لي كده، مش اعتبار ده اكيد. بشوف ان فريق الهلال واحد من اكبر الفرق برضو في العالم، ليه أكيد. لا، لكن في الاخر انا بلعب فريقين كبار جدا، فكان انا وجهه نظري يا احمد ان كان لازم يبقى هناك حكم على قد مستوى المباراه. الحكم هل ينفع؟ انت لعبت كام سنه؟ عمرها ما حصلت في تاريخي، يعني لعبت 19 سنه مثلا، حصلت ان حكم، ما حصلت ان حكم حاجه اوروبيه، حاجه ما شفتهاش في حياتي، خصوصا لما يبقى في مشاكل اصلا الماتش السابق. يعني سيبك من المشاكل او من عدمه، هو اصلا في الكوره ما ينفعش حكم يحكم لي ماتشين ورا بعض في اي حاجه بالظبط. يعني انا دلوقتي متضايق من احمد، اقعد اغلس على احمد بقى طول؟ هي ما بتحصلش غير في الدوري الانجليزي بس، وده عشان من الاول بيبقى مكتوب من اول السنه ماتشين ورا بعض. ورا بعض في الدوري الانجليزي، في الدوري الانجليزي بس، لان هم في الدوري الانجليزي كلهم 12 حكم، منهم 7 معديين ال 40 سنه دي حقيقه. صح فاهم؟ فهم ال 12 حكم دول بيتحطوا على الماتشات كلها بتاعه السنه، فممكن يحكي لك يحكم لك حكم 3 ماتشات ورا بعض الدوري الانجليزي بس. اوكي ماشي. انما في العالم كله ما ينفعش حكم يحكم ماتشين ورا بعض. ادي نمره 1. نمره 2، ايه الميزه اللي عملها الحكم ده تخليه يحكم الماتش اللي جاي؟ هو ده بقى الكلام. انت جيت وليكن انت جيت عن الاهلي، بس في حاجات تانية. الراجل ده بقى له 3 سنين بيحكم في السعوديه، اكيد فرقه الهلال هي لا اصل انا بشوفها. لا بص هقول لك حاجه، اسمعني طيب. بس اسمعك اتفضل. 3 سنين بيحكم في الهلال، تمام. طب ما انت عندك حكم مش موجود خالص، وحكم عربي اللي هو غربان ما يحكم، على الاقل ما حكمش غير الماتش الاولاني الافتتاحي وخلاص، وما حكمش تاني طول البطوله. طب ما يحكم
ربما هو من المصابين اللي ذكر اسمائهم، لان اللي احنا الرد اللي جالنا ان هم في اثنين مصابين، فيعني صحه ده من عدمه. البطوله فيها كم حكم؟ ثلاثه. ثلاثة سلام اللي فاضلين، اللي فاضلين ثلاثة سلام. لا لا مش ثلاثة سلام، ثلاثة اثنين منهم ثلاثة اللي هيحكموا، يعني ثلاثة هو اللي بقى يعني هو بقى افريقي تمام بس برضو انا شايف ما ينفعش يحكم فلازم يبقى حكم اوروبي ولا حكم اسيوي ولا حكم، ده الكلام اللي اتقال لنا، ولا حكم اسيوي، وهي فيها فيها منطق، ولكن فيها منطق فيها منطق طبعا، ان ولا ينفع حكم افريقي ولا ينفع حكم اسيوي، وبالتالي وفي اثنين اصابتين، هل الاصابتين دول حقيقة؟ انا ما اعرفش الحقيقة، ما يلحقوش طبعا. هل انا مثلا كاتحاد دولي بكل ما املك وبكل الحكام وبكل والهيس والكلام ودولي وفي الاخر عندي حكم بيحكم ماتشين؟ يعني لا قصه على فكره إيه؟ على فكره ممكن بطولة. الحكم خمس، انت جايب بطوله خمس حكام بس في البطوله؟ لا انت على انت ممكن الحكم ده، انا ما اعرفش خمس حكام ولا لا، بس هو ممكن الحكم ده يوم السبت نلاقيه واحد من، بس انا زي ما كنت بتكلم عنها انا زي ما كنت بتكلم عن هوند في الاول، انت عندك شواهد والشواهد بتؤدي لنتائج. أيوة الشواهد اللي احنا شفناها في الماتش اللي فات تؤدي لنتائج سيئه، مش مبشره بالخير، مش مبشره ماشي. لكن ممكن جدا يطلع كويس الماتش اللي جاي، ده اللي احنا نتمناه كاهلاويه. يعني احنا بص، هو طبعا اكيد برده بيدور على يعني اسمه، برده اسمه مش قليل في الكوره يعني طبعا، فاحنا عايزين نعذره. ممكن يكون احنا انا شايف من وجهه نظري ان الماتش اللي فات كان فيه ضربه جزاء بتاعت عبد القادر، ولكن نسبتها قليله، ممكن تتحسب ممكن ما تتحسبش، انما غير كده في الماتش انا مش شايف انه عمل جرائم. بس خلينا احنا بنتكلم في ركله الجزاء ماشي، بس احنا بنتكلم كره يا اسلام، وانت اكيد فاهمني. ما عملش ما حجمكش، مش بكاري جسامه صح ولا انا غلطان؟ لا مش بكاري جسامه طبعا، دي حقيقه صح. فاحنا يعني هو مش هيجي زي بكاري جسامه، مفيش حد زيه بكاري ده، مفيش حد زيه. لو هنتكلم بالمنطق بوندو وبكاري دول ما جوش زيهم بصراحه. فخلينا نتكلم منطقي، انت لو هم فعلا مفيش حكام يقدروا يحكموا غير ثلاثه منهم اثنين مصابين، لا يبقى خلاص، يبقى خلاص. ما انا بقول لك ده، انا عشان كده ده اجباري. ما هو بالظبط ده اللي انا بقول، ولكن انا برضو بقول ايه، ان ده حكم من وجهه نظري انا كراجل اهلاوي اخطا في المباراه السابقه في عدم حساب ركله الجزاء. على فكره ما انت كنت ممكن يحتسب ركله الجزاء وما تجيش، ما تجيش عادي عادي. طب ما هو حسب الهدف، والهدف طلع اوفسايد بالظبط كده يعني. ففي الاخر انا اقصد اقول لك ان احنا ده حكم وهيحكم المباراه القادمه، عشان كده يعني الحمد لله ان احنا ما قدمناش شكوى. بس يعني انا بتكلم على فكره، انا بتكلم كاداره، حاجه شخصيه انا اللي بتكلم فيها احنا انا قصدي ممكن لما الحكم لو كان اتعلن من اول ما اتعلن ونادي الاهلي، كان ممكن مجلس الاداره مثلا يطلع بيان يشتكي الحكم، زي ما منتخب مصر اتحاد الكورة اشتكى بكاري والعواقب طلعت اصعب. صحيح. فانا بقول الحمد لله ان احنا ما اشتكيناش الحكم، وان شاء الله ربنا يكرمه ويبقى موفق. يعني بص، الحاجة اللي مش كويسة ان الفار هو اللي يبقى برضو مش موفق، ممكن صح. الحكم ده اللي حصل برضو الماتش اللي فات. بس انا كدكتور برضو، انا كراجل يعني حكم، عايز اعمل عدالة او احكم بعدالة، فالمفروض اعمل ايه؟ الحكم قال لي ان هي مش ركله جزاء، او الفار قال لي ان هي مش ركله جزاء في وداني، صح؟ اروح ابص انا عليه؟ ما ينفعش. يعني ما ينفعش؟ ما ينفعش. لا لا ينفع والله. لا ما ينفع حبيبي، الحكم الرئيسي. ثانيه واحده بس. طب اسمعني انت بقى، اتفضل اسمعني. اتفضل. طالما الحكم الفار قال للحكم الرئيسي مش ضربه جزاء، مين اللي بيمشي مع مين؟ الحكم الرئيسي له مطلق الحريه يا دكتور في فضل. كل حاجه في اتخاذ القرارات التي يراها مناسبه للماتش. الحكم الرئيسي، الحكم الرئيسي ده اللي هو مين؟ حكم الملعب، الساحه، حكم الساحه. وبالتالي لو الحكم الفار كلمه وقال له لا مش ركله جزاء، هيقول له هروح اشوف. ارجع بقى تاني بقى. انا هرجع اقول لك حاجه. اتفضل. حكم الفار لو ما شافش حاجه صحيحه 100% بيمشي مع حكم الساحه، ادي نمره واحد. تمام. نمره اتنين، الحكم في الملعب شافها مش ضربه جزاء. لا دي حاجه تانية. خلاص. دي ممكن حاجه تانية. تلاتة، صح. حكم الفار، حكم الفار لا، ان الموضوع ما يستدعيش وانا همشي معاه. بس خلي بالك، ماتش صعب وماتش مهم ومباراه مهمه و2 0 وان انا اروح اشوفها مش هتاخد مني دقيقتين. انا مش بدافع عنه، انا بقول لك الكره بنالتي. بس انا بقول لك، انا لو انا مكانه يعني هفكر كده. وفي الاخر انا متاكد 100% ان هي ليست من وجهه نظر الحكم. ممكن. انا متاكد 100% ان هي ليست ركله جزاء. ممكن اروح اتاكد 200%. ممكن. بس برضه المفروض الفار هو اللي كان قال له تعالى اتفرج. المفروض ده طبعا طبيعي. انا معاك، ولكن لائحيا لا، حكم الساحه له مطلق الحريه في اختيار القرار. أيوة. اللي يراه مناسب للمباراه، بس المباراه. انما ما ينفعش بتاع الفار ما يقولوش تعالى فهو يروح. اسمعني، لا ينفع.
اكتر خلاص ينفع رسميا ينفع والله يمكن والله خلاص هسالك كمان اسال بتوع الاعداد حتى طيب. ممكن يجيبونا نطلع من القصه دي لو هننتقل بقى للمباراه نفسها وكابتن فوزي احنا واخدين على حضرتك في تحليلاتك الصبح بتكون يعني عقلانيه جدا ومنطقيه جدا احنا دلوقتي اتكلمنا قبل كده وتوقعنا بين الاهلي وبالميراس والسير وحضرتك كنت منورنا قبل المباراه واتكلمنا وقلت لنا دي مباراه هتبقى صعبه ولكن في امل هل نقدر نقول المره دي في امل وهل نقدر نقول لو في امل فعلا ايه النقاط اللي احنا المفروض نشتغل عليها من دلوقتي طيب بدايه هي مباراه صعبه جدا اصعب من اي مباراه عدت انا شايف انها اصعب من المباريات السابقه لاسباب كتيره جدا اولا الديربي بين مصر والسعوديه ثانيا الديربي بين الهلال الكندي وبين النادي الاهلي الكندي وبين العرب كلهم مجتمعين دول احسن ناديين موجودين في العرب ادي نمره 2 نمره 3 كان في زمان بطوله اسمها البطوله الافرو اسيويه بتقام ما بين بطل افريقيا دوري الابطال وبطل اسيا دوري الابطال فده يعتبر استنساخ ليها بصوره دوليه نعم. اعتقد ان الثلاث نقاط دول نقاط كبيره جدا المباراه ليها حساسيه خاصه الهلال عمره ما خد برونزيه احنا خدناها مرتين الحمد لله عندهم تيم دافعين فيه جايبينه ب 34 سبع محترفين 34 مليون يورو في شهر وما حققوش بيه حاجه يعني مش اول وثاني فعلى الاقل يقول لك ايه الحق ابقى ثالث وسبع محترفين كل واحد فيهم زي ما بيقولوا في مكانه حاجه كبيره واداء كويس امام تشيلسي يعني احنا بنحاول نجيب التاريخ برضو جدا لا والجزيره ولعبوا ماتش كويس قدام الجزيره وتشيلسي كانوا كويسين جدا اخر 40 دقيقه او اخر 35 دقيقه فهم فرقه كويسه وفرقه محترمه نرجع بقى للنادي الاهلي ايوه عمرنا ما بيهمنا اسم اكيد انت يا اسلام متاكد من حاجه زي كده او لعبت وكنت شايف طبعًا ان النادي الاهلي عمره ما بيهمه اسم يهمه القتال والروح في الملعب ادي نمره 1 نمره 2 النادي الاهلي نادي القرن في افريقيا احسن نادي الكره في افريقيا مقارنة بآسيا مفيش وجه مقارنة أكيد إحنا متأكدين من كده نقطة صحيح تمام صحيح إنما هم كفرقة كويسة بس إحنا برضو فرقة محترمة جدا وفرقة كبيرة ولينا اسمنا ولكن لينا ظروفنا أيضا اللي يعني صعب. اللي هي غير مسبوقة واستثنائية بشكل كبير بالظبط ظروفنا مش تتمثل بس في اللعيبة رجعت لا هي اللعيبة رجعت ميتة بالظبط يعني اللعيبة الدولية اللي لعبوا او بيلعبوا اذا كان حمدي او عمرو السوليه او حتى ايمن اشرف مع انه ما لعبش اخر ماتشين ولكنهم ميتين نفسيا وبعديها بدنيا ارهاق بدني طبعا وذهنيا اكيد واخد جزء من تفكيرهم ان البطوله ضاعت ناهيكي بقى بنون مش موجود الشناوي مش موجود لعيبه كبيره وتقيله اكرم ربنا يشفيه هو عمار حمدي لعيبه كبيره وتقيله تؤثر في اي فرقه وعلى الصعيد الثاني انت بتلعب فول تيم يعني انت ما عندكش اي مشكله ثانيه ورغم كده برضو ليوناردو جارديم كان طالع بيتكلم ان انت بتديني 72 ساعه وفي ضغوطات يعني حتى ده برضو رغم كل ده هو ما كانش مهما مبسوط يقول يعني مهما يقول ضغوطنا اكبر بكتير جدا 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 من الـ من الـ من المدرب بيقوله لان احنا فعلا تعبانين اكتر بكتير يعني تمام 100% يعني بالعين كده انت بتحاولي توفقي في اول ماتش كنت بتحاولي توفقي لعيبه من هنا ومن هنا عشان تكملي 11 الحمد لله الماتش اللي فات ما استعنت في بدايه المباراه ما استعنتيش بفول تيم عشان خاطر برده كان في ارهاق اذا كان حمدي فتحي الطبيعي انه يبتدي شريف المفروض انه يبتدي ده الطبيعي انما انت دلوقتي خلاص في موقف انت بتلعب على البرونزيه مش عايزين نقل عن البرونزيه هتبقى لو خدنا ميداليه هنبقى ثالث فرقه في العالم بعد برشلونه وريال مدريد تاخد ميداليه في البطوله ثلاث ميداليات يعني الفرقتين دول بس اللي خدوا ثلاث ميداليات قبل كده في البطوله هنبقى احنا الثالث في العالم كله كده دي حاجه على جنب في الجيم بقى هنعمل ايه اكيد احمد ثابت وجمال اتكلمنا فعلا اتكلمتوا في حاجات كتير ولكن انا يعني مش مع الناس اللي بتقول لك احنا نلعب 4 2 3 1 من الاول ونروح لبالميراس وجهه نظر المدرب انا شايف لا احنا نبتدي 3 4 3 لا قدر الله في حاجه حصلت ممكن يبقى في تغيير زي ما حصل الماتش اللي فات ونرجع ما خلي بالك زي ما الحكم هو سيد قراره في الملعب المدير الفني برضه هو سيد قراره في طبعا انا دايما ما بحبش اقول ايه ما بحبش اقول احنا انا اسلام اقول مثلا انا عايز العب بالطريقه الفلانيه انت احمد فوزي لا تقدر بالعكس نقدر نقول لكن في الاخر القرار بتاع مين بتاع المدير الفني بتاع المدير الفني ماشي المدير الفني من حقه ان هو يتخذ القرار اللي يراه مناسبا
في المباراه اللي جايه. اكيد في ناس تقول زي ما انت بتقول او يعني او أيوة في أيوة. ناس تقول الكلام بتاعك من قدام واعمل وبتاع. بالظبط. طب يا جماعه ما انا عندي مشاكل ورا كبيره، مشاكل ورا وعندي مساحات كبيره. بالزبط. وهم عندهم سرعات غير طبيعيه وعندهم لعيبه باسيرز كويسه جدا ممكن توصلك للجون بسهوله جدا، فانت ليه تروح وتفتح خطوطك وتضغط عليهم؟ هضغط عليهم من فوق، يبقى العب في 40 متر من فوق من عند نص الملعب واضغط عليهم من فوق، فاهمني؟ ايوه. انما لو انا لعبت في 70 متر كده كده وبقى فيه مساحات هتضرب، اروح اضغط من قدام وخط الظهر يبقى واقف مثلا عند قدام ال 18 ب 10 يارده يا اسلام، مساحه كبيره جدا هتضرب فيها من الناس اللي على الاطراف. طب ايه الحل؟ يا اما اروح اضغط من قدام والعب 4 2 3 1 واجازف، يا اما استنى 3 4 3 والعب على المرتدات. واعتقد ان موسيماني بطبعه هيبقى اقرب ل 3 4 3 يعني. دي وجهه نظر. اللعيبه اعتقد ان مصر كلها عارفه التشكيل من اول امبارح تقريبا، ان هو انا ما اعرفوش. لا يعني اللي الناس بتتكلم فيه، ايوه دي حقيقه، ما هو ما اتقالش رسميا، الناس كلها بتتكلم ان اللي قدام طاهر وشريف وعبد القادر والثنائي او الثلاثي بقى على حسب ما هيلعبها ازاي، اللي هو الثنائي وديانجو وعلي وهاني والثلاثه اللي ورا حمدي فتحي ومحمد عبد المنعم ومعاهم ياسر ابراهيم. اعتقد ده الثلاثي الاقرب للتواجد ومعاهم علي لطفي وحراس المرمى. اكيد علي لطفي، اكيد يعني علي لطفي، لان الشناوي مفيش امل خلاص انه يرجع سليم، لان مزق ولسه ما التئمش، وبعد الاشعه لسه ما ظهرش الالتئام 100%، فلا يريح احسن عشان لما يرجع نستفيد بيه ان شاء الله في افريقيا والمنتخب يستفيد بيه ان شاء الله. طيب هنكمل كلامنا، ولكن خلينا نطلع نشوف ماذا قال النجم محمد محمود مع زميلنا امير هشام، ونرجع نكمل مع حضراتكم مع النجم احمد فوزي. تحياتي ليك يا كابتن اسلام، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان، يعني على هامش معسكر النادي الاهلي في الامارات والمشاركه في كاس العالم للانديه. معايا لقاء هام جدا في هذه اللحظات مع واحد من نجوم النادي الاهلي اللي الجمهور بيفتقده جدا على مدار فتره كبيره، ومنتظر مشاركته بشغف في المباريات، وان شاء الله قريب يكون من العناصر الاساسيه في صفوف النادي الاهلي. كابتن محمد محمود نجم النادي الاهلي، يا محمد برحب بيك في البدايه، منورني حبيبي يا امير، ربنا يخليك حبيبي، ده نورك. الدنيا تمام؟ كله كويس؟ زي الفل، قاعد معاك يبقى كويس حبيبي. طيب في البدايه يعني خلينا نتكلم على في اكتر من حاجه عايز اتكلم معاك فيها بصراحه، خلينا نجيب من الاول كده شويه. ماشي. محمد محمود جه النادي الاهلي في يناير 2019، الناس كلها كانت منتظره الصفقه دي بشكل كبير، كان امال كبيره جدا منعقده على محمد محمود، لكن للاسف الشديد وقدر الله ما شاء فعل اصابات بشكل متتالي. فتره الاصابات دي اكيد فتره كانت صعبه، وخصوصا لما تكون اصابه زي الرباط الصليبي. انا عايز اعرف اتعاملت ازاي في الفتره دي، قدرت ان انت ترجع تاني ازاي رغم ان بيبقى فيه صعوبه ان ترجع من اصابتين رباط صليبي وظروف وكلام من ده، احكي لي على الفتره دي. لا هو انا في البدايه انا اول لما جيت انا اتصبت برباط صليبي في رجلي اليمين، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قدرني ورجعت، وبعد كده جالي صليبي في الرجل الثانيه، بعد كده ربنا سبحانه وتعالى قدرني ورجعت وجالي غضروف في الرجل الاولانيه فبعد كده يعني حصل لي مشكله في الرجل الاولانيه برضو، فعملت برضو حاجه ثالثه كده فيها برضو نظفتها. هي كانت ايه؟ يعني كان في زي مش عايز اقول غلط بس يعني تمام، يعني اللي هو تمام، كانت يعني كان في مشكله، فالحمد لله حليناها والحمد لله بقيت كويس. بس فعلى مدار بقى الفتره دي كلها كان زمايلك بقى، اخواتك، صحابك، زمايلك في الفريق، عيلتك، هم بقى اللي بيبقوا السند والظهر وبيبقوا الداعم بقى في المواقف الصعبه اللي زي دي. انا بصراحه بجد انا اللعيبه كلها وقفت معايا يعني بكل امانه، سؤالهم يعني سؤالهم عليا عارف اللي هو بيحسسك بانك عيلتك بتسال عليك كده، ما بتحسش انك غريب من اول يوم جيت. عديت الحمد لله بفتره صعبه جدا، بس يعني فاتني كتير، بس ان شاء الله باذن الله هحاول باذن الله يعني لما ابتدي اخد ان شاء الله هحاول بقدر الامكان يعني اعوض كل اللي فات ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. لكن الفتره هي كانت صعبه، بس في الحقيقه الناس كانت شايفه في عيون محمد محمود قوه واصرار على العوده رغم صعوبه الاصابات. طبعا. القوه دي جايبها منين؟ الاصرار ده جايبه منين؟ والعزيمه دي؟ والله ثقه في ربنا سبحانه وتعالى، ثم ثقه في قدراتي،
انا يعني عارف ان ربنا سبحانه وتعالى عمره ما بيجي حاجه وحشه. أكيد. فانا كنت واثق 100% ان انا كل اللي بيجي لي ده خير. ف ما كانش عندي ما كانش والله بجد مش عشان قدام الكاميرا بس انا فعلا ما كانش في شعرايه بتتهز مني او شعرايه بتهز ثقتي في نفسي. كويس. ده بجد مش كلام. ف كنت عارف ان انا كده كده فتره وهتعدي ومساله وقت فكنت بستحمل وبدوس على نفسي. بس فعديتها الحمد لله مع الفرقه والحمد لله الفتره دي الجاز مستر بيتس وموسيماني بيشد بيها جدا. كويس. مش ناقصني بس خالص غير الماتشات خالص. كان بيتكلم معايا امبارح. قال لك ايه بقى على المعسكر ده؟ لا المعسكر ده المعسكر ده يعني شاد جدا. فما شاء الله اتكلم معايا كويس وقال لي منتاليتي تانية خالص وبقيت كواليتي تانية خالص. فيعني الكلام ده برضو كلام ايجابي جدا 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 وكنت مبسوط جدا لما جيت اتكلم معايا بصراحة. بس دي حاجة اكيد مهمة. لكن في نفس الوقت عشان اختم بقى الفترة الصعبة دي. تمام. جمهور الاهلي كان ليه دور كبير قوي مع محمود محمود جدا. ويعني كنا شايفين جدا جدا حب النادي الاهلي لمحمد محمود بغض النظر عن التعاطف بسبب الاصابات. لا هو في حب متبادل كده بالظبط. جمهور الاهلي برغم محمد محمود جدا برغم ان انا ما لحقتش انت لعبت اصلا ايه 45 دقيقه؟ ما لحقتش. يعني 45 دقيقه اول قبل ما تتصاب اول اصابه. يعني ماتش اول ماتش لعبت ربع ساعه غالبا او تلت. ماتش بيراميدز. ايوه بعد كده لعبت سموح ساعه بالظبط في سموح. على الحب اللي انا اللي لقيته ده مش مصدق. عايز اقول لك تتخيل سببه ايه مثلا الحب ده؟ والله يعني ممكن يكون انا مش عارف والله بجد. بص ساعات كده تلاقي في لعيبه في الاهلي جمهور بيحبهم جدا من غير مثلا اي حاجه فبتحس ان في علاقه قويه جدا. انت اصلا خلي بالك انا يوم لما اتصبت اللي هو الصليبي الثاني انا في كميه ناس جات لي تحت البيت جماهير النادي وهتافات وبانرز انا مش مصدق يا جماعه ايه في ايه وبتاع اللي هو جايين احنا مش جايين اصلا ده ما هم ما رضيش يهتفوا عشان خاطر الناس عندنا ما يتضايقوش شايف مدى فجايين اللي هو بس بنوصل لك مسج ان انت ابننا انت الناس بقت يعني على قد ما اقدر كنا بنحاول نطلع الناس تقعد بس العدد كان كبير جدا 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 فكنا بنحاول نطلع على قد ما نقدر بس اللي هو الناس اللي يعني اللي هم الكبار في السن جدا كان بيجي لي ناس كبيره جدا بيقول لي انا من اسيوط جاي تهتف لي فمش مصدق انا مش مصدق وناس بقى بتجي لي من سوهاج ومن المنيا الناس دي بتجيلي البيت وانا مش عارف اقدم لهم ايه اقدم لهم حاجه بس اللي هو يعني اقدم واجب ضيافه بس ده انا اشيلكم فوق دماغي ومش عارف حتى مكسوف منهم ان انا مش عارف اقول لهم ايه انتوا يعني كتر خيركم بجد ومش عارف جمالكم ده بجد والله فوق راسي بشكر كل واحد جالي البيت وبشكر كل واحد دعمني حتى بمسج بجد والله كانت بتفرق معايا جدا وبتمنى من كل قلبي الناس يعني تدعم عمار هو في موقف وأكرم. واكرم هم في موقف يعني الواحد عشان عدى بيه فالموضوع صعب اكتر واحد حاسس بيهم انا طبعا عمار اول يعني لما ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالصليبي كنت انا يعني كنت انا قدامه كده في يعني هو كان هنا كده وانا كنت يعني قدامه في التقسيمة فاللحظه بس يعني عارف انت اللي هو اول لما اتصاب حسيت بصراحه ودموع نزلت دموع نزلت وما رضيتش ابين للناس ان انا ببكي ف تعبيرات وشه كانت نفس تعبيرات وشي في ماتش سموحه ألمها جامد الصليبي ألمها جامد قوي جدا جدا وما يستحمل يعني مش اي حد يستحمله وبعد العمليه بقى بيبقى الاوجاع اكتر طبعا فالموضوع يعني انا بقى يعني هو اصلا ما كانش قاعد معايا في الاوضه في المعسكر ده فجبته قعدته معايا وخليت انا كان معايا كريم فؤاد فخليت كريم فؤاد يروح يقعد مع اي حد تاني وجبت عمار يقعد معايا عشان اتكلم معاه كتير وتوصل له هو اصلا يعني كلام انا بيبقى عارف انا بقول ايه انا بالظبط واحد مجرب بالظبط فانا ببقى عارف بالظبط انا بقول ايه ممكن لعيبه تيجي تخش تقول مش قصدها حاجه بس ممكن تقول مثلا كلام هو يحسه رخم يعني يأثر عليه نفسيا بالظبط انا اكتر واحد حاسس انا اكتر واحد حاسس بكل كلمه هتطلع من بقي
فلما خدته معايا واصلا هو اللي طلب قال لي محمد بقى انا عايز اقعد معاك انا عايز اقعد معاك مش عايز اشوف حد. قلت له تعالى يا عمار. قعدت معاه عارف انا بقول له ايه كويس عارف انا بوجهه في ايه عارف انا بنصحه في ايه. فحاولت على قد ما اقدر اشيل ولو جزء بسيط من يعني من الوجع اللي هو حاسه على قد ما اقدر بصراحه طبعا. بس فربنا رب يا رب بجد يشفيه واحنا عمار والله بجد كلنا يا ابني بنحبك وكلنا في ظهرك وكلنا هندعمك ان شاء الله باذن الله. ربنا رب يرجعك لنا بالسلامه واحنا الدنيا وحشه من غيرك يا عمار. دمه من اخف اخف الدم في الفرقه مع عمار روحه حلوه فبجد هو احنا متاثرين جدا بغيابك عمار. ربنا رب يرجعك في اسرع وقت انت واكرم باذن الله واحنا في ظهركم دايما يا رب ان شاء الله باذن الله. طيب يعني اكيد بنتمنى لهم كل السلامه لكن خليني بقى اتكلم على محمد محمود شويه وال يعني التواجد هنا مع النادي الاهلي في اجواء كاس العالم مش تمام. مش مقيد في قائمه البطوله مش مقيد. لكن في نفس الوقت التواجد في البطوله زي دي في اجواءها ده امر جيد واكيد طبقا للظروف اللي مرينا بيها كنادي الفتره اللي فاتت اصابات وغيابات ومنتخبات وكلام من ده كانت الامور صعبه. قول لي انتوا كلاعيبه كنتوا بتتكلموا ازاي كنتوا بتهيئوا نفسكم نفسيا ازاي للبطوله دي؟ والله هو كده كده انت نفسك اي لعيب كلمه كاس العالم اصلا لوحدها بتخليك انت اوتوماتيك بتخلي حتى لو انت تركيزك اصلا بتركز في الماتش مثلا 70-80% هتركز في البطوله 100%. فالبطوله كمان حتى هنا الاجواء جميله الاجواء تخليك كده تحب انك عايز تلعب. الجمهور يا امير الجمهور عندنا اول ماتش مونتريال لا مونتيري مونتيري ولا ايه سوري ال حاجه بجد الملعب كان مقفل وهتافات وهم بيهتفوا كنت كان جسمي بيقشعر كنت هموت وابقى موجود بصراحه بس يعني هتيجي لا كده كده ان شاء الله باذن الله لا ان شاء الله والله مش قصدي كده انا قصدي يعني ان هو انا بجد نفسي العب تحت يعني اجواء اجواء كوره. فالاستعدادات كده كده بتبقى التركيز بيبقى في تنشانه شويه اللي هو برضو كاس عالم وبطوله للتاريخ وعايزين كل واحد يكتب تاريخ لنفسه وعايزين كل واحد يحاول على قد ما يقدر يعمل ولو جزء بسيط من تاريخ النادي الكبير. فكده كده كله كان حاسس بالمسؤوليه وكله كان حاسس بالموقف اللي احنا فيه فكان التركيز كان قوي يعني. تمام هرجع شويه لبطوله كاس الرابطه مشاركتك فيها يعني ابتديت بقى تاخد مباريات رسميه فرقت معاك المشاركه في البطوله دي تحديدا في اخرها جالك شد في العضله الخلفيه بس برضو شاركت يعني لا فرقت معايا بصراحه فرقت معايا كحساسيه ماتشات طبعا كبرضو زي عارف انت اللي هو كان بتاخد ثقه لرجلك بالظبط طبعا يعني بصراحه كنت بعمل لها قلق شويه في التمرين بس الحمد لله دلوقتي خلاص لما خدت احتكاكات وكلام من ده وتكالنج بقى وكده الوسوسه راح بالظبط فاللي هو يعني كان برضو بيني وبينك امير كان غصب عني لان طبعا عديت بكتير والله طبعًا امير والله طبعًا عديت بكتير ربنا جدا ربنا يعوضك خير يا رب والله انا كده كده الحمد لله يعني واثق 100% ان ربنا سبحانه وتعالى يعوضني خير فبس جالي شد في الخلفيه بعد كده قعدت فيه اسبوع ونزلت الحمد لله معاهم في التمرين الحمد لله الحمد لله. الجمهور الاهلي منتظرك وان شاء الله باذن الله ترجع متالق وتساهم في بطولات كتير جدا مع النادي قدامك مستقبل عظيم سواء مع الاهلي او مع منتخب مصر يا رب. فعايز منك رساله اخيره لجمهور النادي الاهلي يعني الرساله اللي اوجهها لجمهور النادي الاهلي شكرا على كل حاجه بتعملوها علشاننا شكرا على المساندة شكرا على الروح اللي بنقابلها شكرا على المواقف اللي بنقابلها في الشارع منكم بنعدي بمواقف كتير جدا يا امير جميلة جمهور الاهلي بجد مش في كل حتة لا ده في كل مكان في الوطن العربي ربنا ربي يخليكم لينا ودايما يا رب كده دايما في ظهرنا وانتوا اكبر داعم لينا بنتمنى يا رب نكون عند حسن ظنكم وبنتمنى يا رب نقدر نساعدكم على قد ما نقدر انتوا الحاجه المبهجه اللي الواحد بجد بيحبها انتوا اللي بتشجعونا من غير مقابل انتوا الحاجه الوحيده اللي احنا يعني احنا على قد ما نقدر بنحاول نسعى عشان خاطر نبسطكم فبنتمنى نكون عند حسن ظنكم وبنتمنى نكون
يعني نكون سبب فرحكم يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا يا محمد وبالتوفيق يا رب ان شاء الله، وكلنا منتظرينك ترجع اقوى من الاول بكتير باذن الله. يا رب يا رب ان شاء الله. وسلامي للكابتن اسلام شاطر. اكيد هو سامعك دلوقتي. حبيبي يا كابتن اسلام. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا. حبيبي حبيبي. طبعا كان ضيفنا الكابتن محمد محمود نجم النادي الاهلي، ان شاء الله يرجع سريعا. هو موجود مع الفريق وبيتمرن بشكل كويس جدا. كان عنده اصابه في العضله الخلفيه، شوفي منها تماما. الفتره اللي جايه باذن الله يكون عنصر قوي وفعال مع الاهلي في مختلف بطولاته. خلينا نرجع للاستوديو. كابتن اسلام الشاطر اتفضل. شكرا ليك جدا زميلنا العزيز امير هشام، ولقاء جميل مع نجم الاهلي يعني كابتن محمد محمود. ورجعنا مره ثانيه مع كابتن اسلام الشاطر ومع نهواندو مع كابتن فوزي يعني. واعتقد امير ومحمد قالوا نقطه حلوه جدا، هو الحديث عن الجمهور. يعني معلش خلينا نقف هنا شويه، وانتوا بقى حضراتكم يعني لاعيبه سابقين، وقد ايه الموضوع فعلا مؤثر بشكل كبير، وقد ايه الموضوع بياخد المباراه ممكن لحته ثانيه خالص. يعني ممكن نتكلم في ده شويه. بصي، هو اكيد وجود الجمهور في اي مباراه بيدي لها طعم، مفيش شك. مفيش شك ان جمهور النادي الاهلي بقى في حته ثانيه. يعني ممكن تتكلمي على اي جمهور بنفس المنطق، انما جمهور النادي الاهلي ودعمه المستمر داخل وخارج الملعب للاعيبه في حته ثانيه خالص. تعالي نقول ان مثلا ممكن نقول ان 60% او اكثر من جمهور مصر عامه محب للنادي الاهلي. لو مشيتي في الشارع، لو في اي حاجه، بتلاقي اول ناس بتواسيكي قبل حتى اي حد، قبل الاعلام وقبل اي حاجه، هو جمهور النادي الاهلي. واثر قوي برضو العدد القليل المره اللي فاتت في بالميراس، يعني ولو خلاص ما كان سوء ترتيب او غيره، يعني برضو الماتشات ما كانتش واضحه وقتها، بس اثرت. يعني الواحد كان متوقع حاجه فعلا، كان العدد يمكن صغير، بس حتى لو بنتكلم في 2000 كانوا مؤثرين جدا. بصي، الموضوع ده موضوع شائك، لان قصه الاتحاد الدولي، وان انت مش محدد عدد الكراسي، والمفروض بس تعرض النص لحد ما للشراء، وبعدين النص الثاني تعرضه، فدي مشكله عندهم. ايوه تمام ماشي. ان ال 2001 صوتهم مع النادي الاهلي يعني ب 20,000. صح، واكيد انت جربت وشفت وعشرت. في ماتش نهائي افريقيا اللي كان في المغرب، اتنين من الجمهور بس، عمرو واحمدي، وصوتهم كان واصل للعيبه في الملعب. دي في حد ذاتها حاجه تانية خالص. الصوت، عارفه، لو واحد اللعيب في الملعب حاسس وسامع ان في حد بيشجعه، بتخليه يطلع كل ما عنده، حتى لو كان جمهور بالميراس كان اكتر، ولكن اكيد لعيبه النادي الاهلي الشحن المعنوي بوجود ناس بتشجعهم في الامارات، دي حاجه ميزه كبيره جدا. ناهيك بقى ده جمهور النادي الاهلي. فلا اعتقد ان جمهور النادي الاهلي بيأثر جامد جدا في لعيبته، بيأثر بالايجاب، وممكن تبقى نقطه قوه ان شاء الله في المباراه اليوم. بص يعني خلينا برضو نكون يعني بس عندنا نقاط ضعف كتيره قوي برضو كابتن فوزي. السعوديه اقرب يعني، السعوديه اقرب، لا السعوديه اقرب للامارات، وهتلاقي جمهور كتير، واللي حجز خلاص، لان هم ما فتحوش غير النص، فتحوا النهارده يا دوبك، اللي يحجز، واللي حجز امبارح حجز من السعوديه، فاعتقد ان هم برضو ممكن يكونوا اكتر. ولكن ان شاء الله اللي يحضروا من جمهور الاهلي او جمهور مصر ان شاء الله يبقى داعم كبير جدا للنادي الاهلي. طيب الفتره اللي جايه دي، عفوا، المباراه اللي جايه تحديدا يعني هي مباراه ميداليه. احنا قلنا ان الهلال ما خدش قبل كده، والاهلي خد مرتين والكلام ده كله، ولكن في النهايه هي تكتيك جوه 11 ضد 11. اكيد 11 بيلعبوا ضد 11، ومدير فني بيضع طريقه لعب معينه، وفريق مدير فني قدامه بيضع طريقه لعب معينه. من وجهه نظرك بشكل بقى عام، مش عايزين نخش في كل التفاصيل اللي احنا اتكلمنا فيها، ولكن بشكل عام، من الاقدر ان هو يكسب في هذه المباراه؟ للامانه 50-50. انت سيبك من طريقه اللعب، انت او سيبك من خطه اللعب، نتكلم في الطريقه. انت بتلعب على ان انت تقفل وتلعب الطولي في ظهر الباك رايت والباك ليفت، او في قطري ما بين السيرد باك والباك رايت، دي طريقه لعبك اللي انت بقالك عليها ماشي عليها بالطريقه دي. هم لعبوهم اقرب للاستحواذ والصعود بالكره من تحت لفوق، حتى مع فرقه تشيلسي بقوتهم كانوا بيعملوا نفس القصه. فانت لو رحت هاجمتهم زي ما قلت لك من قدام، مش عايز تفتح الخطوط، فانت لازم ترجع تستناهم وتقطع وتلعب في ظهرهم. بس في النقطه دي تحديدا يا دكتور، بيقول لك ايه؟ يقول لك طب ما الاهلي لازم يهاجم ولازم يعمل.
ولما هاجم اخد خمسه بقى واروح انا يعني ولا مش لا مش لازم اهاجم. هو امال هاجم بذكاء بس بالظبط. انا ههاجم بس امتى؟ لما الكره تبقى معايا وفي مساحات اعرف اهاجم فيها. انما ههاجم عمال على بطال والكره تتقطع واجي بعد كده كل كره تيجي عليا بهدف. هو خلي بالك معلش بالميراس جاب فينا جونين صح؟ جونين اه الجونين اللي احنا اللي جابهم فينا دول. هل علي لطفي جات له حاجه ثانيه وصدها مثلا؟ مفيش غير كره واحده خالص. ماشي هما لجمتين. ماشي هما لجمتين معناها ايه؟ معناها ان هما ما وصلوش كتير ولكن احرزوا. احرزوا ليه؟ عشان في مساحات كبيره في جاب كبير بين السردباكات حصل خصوصا الشوط الثاني. يعني جاب كبير جدا بين نص الملعب والسردباكات بينها وبين بعضها. دي نمره واحد. نمره اثنين انت بقى لما رحت هاجمتهم ضيعت 12 فرصه الشوط الثاني بس. 12 محاوله على المرمى منهم تحت الثلاث خشبات سبعه. طب ده مقلق جدا كبير. اللي جاي برده يا كابتن. ما انا بقول لك هو رقم كبير امتى؟ لما رحت هاجمتي صح؟ ايوه. بس قبل كده هم مش عارفين يوصلوا لك. حتى وانت واقفه على رجليك الشوط الاولاني لحد الدقيقه 38 لما جه فيك الهدف مش عارفين يروحوا على الثلاث خشبات. فده معناه ان انت كنت ماشيه استراتيجيه كويسه جدا. يمكن الوحيد اللي كان بيعمل الاسبرنتات الطوليه دي في قلب الملعب وبيضرب خط عرضي ديانج. الوحيد اللي ضرب خط عرضي اذا كان بباص او بسترايكر هو ديانج. فده ممكن ينفعنا بكره. وبنفس الطريقه انا زي ما بيقولوا كده اعمل لهم كمين اكمن لهم ورا بس مش ورا قوي يعني من نص الملعب مثلا 10 يارده قدام في ال 30 متر دول والعب في الحته دي. ولما اقطع هلاقي مساحات كبيره لان هم كمان بيندفعوا هجوميا بطريقه فظيعه. ده هم عندهم الديفندر بتاعهم كانوا ده على طول على ال 18 كنه اه او كنه ده على طول على طول على ال 18 مظبوط. فيعني ده اقرب واحد المفروض ان هو يدافع مش موجود غير في حته هجوميه. فانا شايف لا احنا سيبك من الطريقه المهم الاداء والتكتيك اللي انت هتمشي بيه. لو مشيت بالتكتيك صح اعتقد مستر موسيماني بيعرف يعملها كويس قوي او من احسن الناس اللي شفتوه بيعرف يعملها انه بيكمن للفرق اللي قدامه وبيفاجئهم في الهجوم بتاعه. دي يعني ميزه عنده مش موجوده عند ناس كتير يعني هيك عشان قرايه المباراه والخصم بشكل جيد هو دي اللي ربما تعطي 50 50 كنسبه رغم اي صعوبات او اي غيابات او اي ظروف يمر بيها الاهلي. هنتكلم في القراءه اهم شيء. رغم اي ظروف النادي الاهلي ما بنفكرش في الخساره ده تاريخيا طبعا آه لا طبعا ما شفناها في الخساره يعني حتى واحنا رايحين بسكواد في اول ماتش مش هو 100% ولكن كنا كلنا عندنا نسبه امل صح وكسبنا الحمد لله. انت دلوقتي رايحه بكره تلعبي ماتش السنه اللي فاتت بالميراس واحنا بنلعبه في الثالث والرابع كان برضو كل اللي بيتكلم ان بالميراس هيكسب ثالث بس احنا كان عندنا صح. امل من جوانا ان احنا نكسب واتكلموا على مونتاري ان برضه اللي هيكسب ومونتاري قالوا حتى بكل القياسات مونتاري اعلى ولكن انت النادي الاهلي انت روح النادي الاهلي فاعتقد لا ان شاء الله 50 في 50 50 وان شاء الله ان شاء الله نطلع كسبانين بكره البرونزيه بامر يوم السبت البرونزيه بامر الله بكره بقى ما خلصت قعدت 12 يبقى بكره ماشي بالظبط فيبقى بكره ان شاء الله. ايضا الاوراق البديله اللي في ايد بيتسو موسيماني اعتقد انها ممكن تغير الموضوع احسن بكتير من الاول يا راجل. احنا الاول كنا يعني مش لاقيين. انت اولا عندك قفشه لو على التشكيل اللي بيتقال لا قفشه بره كده كده هو اه سوري الشحات عندك ممكن تلاقي مثلا لويس وليد ولويس كريم فؤاد مفيش حد تاني كريم فؤاد بس خلاص بقى ونص الملعب عادي ومحمد مغربي ومغربي ومحمود وحيد بس دول اللي دول المتاحين. تخيل احنا بندور على حد يقعد على الدكه مشكله يعني احنا بندور يعني ما هو برضه الناس لازم تفهم ان احنا مش السكواد مش كامل يا جدعان احنا واعيين كتير قوي كتير برضه. ما هو شناوي خلي بالك شناوي بنون اكرم عمار حسام حسن مين تاني مصاب في اي في اي نادي يا كابتن فوزي في العالم لعب بظروف زي كده يعني عايزين نرجع ونقارن دي لقطات خاصه لينا للقناه الحقيقه. نهواند ده الشناوي هو يعني كان قاعد طبعا في الريسبشن وجاله بعض لاعبي نادي الوصل الاماراتي وسلموا عليه وزي ما حضراتكم شايفين اتفضلوا طبعا يعني كل الشفاء ليه ان شاء الله ربنا يشفيه ويعافيه ويرجعه سليم في اسرع وقت احنا محتاجينه جدا جدا. ف كابتن فوزي بسال حضرتك عن المقارنه لو ممكن ان احنا نعمل مقارنه ما بين الظروف الحاليه للنادي الاهلي واي نادي اخر مر بنفس الظروف ولو حتى شبيهه وبرده كان عنده مباراه او بطوله يعني كبيره.
لا انا ممكن اقول لك ان في لعيبه بتاثر في انديه، يعني في لعيبه اصابتها بتاثر. يعني فان دايك السنه اللي فاتت لما وقع جاله صليبي ليفربول دفاعيا بقى مفيش، حتى بناء الهجمه بقى مفيش، الشخصيه في الملعب بقت مفيش. ده لعيب واحد هو لعيب تقيل ولعيب مهم جدا جدا طبعا. جدا، بس ما ينفعش ان نادي يقف على مهما كان على لعيب من غير ما ممكن تعقيد المقارنات في مثلا ممكن نقول في 2018 2019 ميسي لما كان بيتصاب ما كان برشلونه ما كانش بيجيب جول. ميسي لما مشي دلوقتي لا بس يعني ميسي لا يعني انا قصدي زي الاول يعني يعني في 17 و 18 كانوا معتمدين اعتماد كلي عليه على لعيب واحد. رونالدو لما مشي من ريال مدريد اثر فيهم بالسلب كتير. لا طبعا في لعيبه بتبقى مؤثره في كل فرقه على حده، لما بتمشي بتاثر في النادي بالسلب. بتخيل بقى انت عندك كم اصابات، 5 6 7 مع بعض. يعني لو قعدنا نفتكر هنفتكر 2018 النهائي بتاع الوداد، احنا رايحين من غير برضه دك يعني سوري 2017 نهائي الوداد 2017 ترجي هو 18 2017 احنا رايحين من غير دكه، كم اصابات غير طبيعي. بدايه كان من علي معلول وانا مش فاكر بالظبط، بس كان كم اصابه واثر علينا بالسلب خصوصا الماتش اللي هناك كتير جدا. فبرضو لا اكيد الاصابات بتفرق مع الانديه، بس تحديدا بس ظروف الميكس دي زي ما بيتقال جديده، يعني الميكس اللي عند النادي الاهلي ده ما حصلش انا على حد يعني. بصي لحد مثلا من شهر ونص قبل البطوله الافريقيه للمنتخب كنا فول تيم، فول تيم اكرم موجود والشناوي موجود وبيرسي تاو كل الناس وعمار، وشوفي بس في 40 يوم وقع منك اربعه منهم اثنين اصابات طويله واثنين اصابات عضليه كبيره. فلا ربنا يشفي، هنكسب ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه المهمه جدا والصعبه جدا الحقيقه، وان شاء الله ربنا يكرمنا فريقين كبيرين سواء النادي الاهلي او نادي الهلال، وان شاء الله مباراه تليق بالفريقين الكبيرين. يا دكتور شرفت ونورت وبنستمتع بوجودك دايما معانا. حبيبي والله ربنا يخليك. شكرا لك كابتن فوزي جدا، ربنا يخليك. نشوفك الصبح بقى الاسبوع الجاي. لا بقى تعزمونا احنا هنروح من بعد فين؟ ربنا يخليك الله يكرمك. لا بكره جمعه هتشتغلي هنزل انا معلش. طبعا يعني دي كانت نهايه هذه الحلقه، ولكن الحلقه او البرنامج لم ينتهي، دايما بيبقى عندنا استكمال لهذا البرنامج الفقرة، وفقرة مهمة جدا مع زملائنا الأعزاء يا نهواند أحمد أسامة ومحمد فارس، دايما بيكونوا معانا. وطبعا كالعادة يعني أنت شرفتي ونورتي. شكرك جدا آخر يوم بالليل يعني يا رب إن شاء الله المناسبات الحلوة. أنا كنت بتداوم هو عادة عمالة تعمل كده عادة هتعمل إيه؟ بيبقوا من الصبح من الساعة 7 برضه ربنا يكون في شكرا لك كابتن اسلام بجد، ميرسي جدا. وبرنامج جميل ومتابعينه كتيره جدا زي ما كنا بنقول، برنامج عالمي فعلا ليه يعني جمهور عالمي حي في كل دول العالم. توفيق ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. اسيب حضراتكم مع الزملاء المتالقين محمد فارس واحمد اسامه. كابتن اسلام نهواند، كابتن احمد فوزي، حلقات الاهلي في المونديال ممتده طول ما احلام وامال الاهلي في المونديال ايضا ممتده. إن شاء الله أحلام النادي الأهلي تنتهي بمستوى يليق بجمهور النادي الأهلي وطموحاتهم، ونحقق البرونزية المنتظرة بإذن الله. نحقق البرونزية المنتظرة إن شاء الله السنة دي، ويا كابتن إسلام نجيب تاني زميلتنا نهواند تسهر معانا السنة الجاية لما يكون إن شاء الله النادي الأهلي في المونديال بإذن الله العام القادم. إن شاء الله قادرين على حصد اللقب الثالث على التوالي، ونتكلم في الأهلي في المونديال ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم والاهلي في المونديال، ولان الاهلي لسه في المونديال برضه لسه الامال موجوده ولسه الاماني ممكنه، وعشان لسه الاماني ممكنه خطوه النهارده مهمه جدا في سياق اللي احنا اتكلمنا فيه امبارح. اصل الاهلي ليه كتالوج واحد مش اتنين؟ احنا كنا بنكلمكم ان دعم المدير الفني وتوفير الاجواء للفريق هو ده منهجنا، هو ده اللي احنا واثقين فيه. النهارده النادي الاهلي بينزل رساله دعم لبيتسو موسيماني مهمه جدا في توقيت مهم جدا، بيقول للجميع ان النادي الاهلي كله جمهوره ادارته كل الفريق متجانس ومتكاتف وكله ملتف حول خلف المدير الفني وخلف اهداف النادي الاهلي المهمه والكبيره. وكانت لحظه في وقت كان فيه لغط كتير جدا كله جاء من خارج النادي الاهلي، ولكن النادي الاهلي خرج ليقول كلمة مهمة جدا
في الوقت ده مقتضبة ولكن الرسالة واضحة. الثقة نثق بك دائما، وعجبني جدا رد البيتس موسيماني، لازم يكون معرف كده لأن الراجل ده يستحق التقدير والإشادة. البيتس موسيماني رد على التويتة دي أو عمل كوتر تويت وقال نوعدكم إن شاء الله نكون أفضل في كأس العالم القادمة. ما ذكرتكمش بحاجة وقت 2005 وكنا رايحين بأمال كبيرة جدا مع مستر مانويل جوزيه ولم يحالفنا التوفيق، قال هنيجي هنا تاني اليابان نوري الناس صورة النادي الأهلي الحقيقية. حاليا احنا بنتكلم ان احنا هنيجي كأس العالم تاني عشان هدفنا اصبح كأس العالم مع البيتسو موسيماني. طبعا كل التوفيق للنادي الأهلي في المباراة القادمة مع الهلال السعودي، مباراة قوية جدا جدا جدا. وعايزين نقول رسالة كده لكل اللي قلقان وشايف النادي الأهلي برغم الظروف الصعبة، وخلينا نتفق ان في ظروف صعبة، وخلينا نتفق ان دائما وابدا فكرة الاستثناء بمن حضر مش شرط تتكرر كقاعدة، ولكن النهاردة موقع فوتبول داتابيز بيصدر تصنيف شهري عن أفضل الأندية، وكان النادي الأهلي في صدارة الأندية الأفريقية والعربية تصنيفه رقم 26 على العالم. يدينا شعور بالثقة، يعرفنا إحنا رايحين فين، يخلي الناس تشوف إن النادي الأهلي بيأخذ خطوات إلى الأمام. وطبعا النادي الأهلي كان هو في صدارة الأندية الأفريقية والعربية، ويأتي في بعد النادي الأهلي في المركز الثاني أفريقيا كان نادي الزمالك، وده شيء عظيم جدا أن ناديين من بلدنا مصر يكونوا هم في الصدارة الأفريقية. بغض النظر النادي الأهلي كان ترتيبه 26 ويأتي بعده الزمالك ب 93 مركز في الترتيب 119، ولكن على الأقل سبق سان داونز بحوالي 8 مراكز. فكل الدعم وكل التوفيق لرجالة النادي الأهلي، اعرفوا انتوا فين من التصنيف العالمي، برغم الصعوبات تقدروا تقدموا صورة مميزة جدا عن النادي الأهلي ليكتمل شكل النادي الأهلي في مونديال هذا العام الشكل الإيجابي من وجهة نظري. أنا يا أسامة أنت اتكلمت في حاجة إحنا ما تناقشناش فيها قبل الحلقة، ولكن والله أنا محضر إن أنا أقولها، ويمكن أنا سعيد جدا إن ده نسق دايما، أكيد بنتكلم في حاجات وأكيد حاجات بتيجي على الهوا، ولكن ده الجميل، فكرة الأهلي بمن حضر. البعض جاء بيقول أنتوا رجعتوا تاني تقول أصل إحنا عندنا غيابات، أصل لا، أنت عندك مشكلة في فهم الموضوع. إحنا لما بنقول الأهلي بمن حضر، إحنا بنقول إن في لحظات استثنائية في تاريخ النادي كانت جملة الأهلي بمن حضر واضحة وصريحة ولها وجود وتأثير، ولكن هي استثناءات في تاريخ النادي، لأن ده الطبيعي في علاقة أي شيء في المنطق وفي البشر وفي الرياضة وفي كل المجالات. ما ينفعش الاستثناء يبقى قاعدة. أنا مش هفضل طول عمري تحت أي ظرف مثلا بلعب بمباراة بأي مجموعة من الفريق قصاد أي فريق وأفضل أقول الأهلي بمن حضر. اللي بيفكر كده هو بيفكر تفكير غير منطقي، لكن كلامنا الواضح إن بيبقى فيه ظروف وفيه استثناءات. مونتريال لعمرك ما كسبته في تاريخك، 16 لاعب غايب بتكسب لان الاهلي بمن حضر، يعني الاهلي قادر يحقق الاستثناء، انما مش الاستثناء هيبقى في المطلق. فهم البعض الضيق هو اللي بيخليه يشوف الموضوع بالشكل ده. النادي الاهلي بمن حضر هيفضل ان شاء الله بمن حضر كلحظات صعبه يقدر يتجاوزها، لكن النادي الاهلي زي ما قلنا في مباراه الهلال ظروف صعبه هنتكلم فيها، ويمكن كمان من الظروف الصعبه دي التحكيم. بس قبل ما نروح للتحكيم، لان مهم جدا نبقى فاهمين ان احنا اتكلمنا هنا قبل مباراه بالميراس وقلنا ان المباراه صعبه وصعبه جدا، وتكرار الاستثناء هو الشيء الصعب. النقطه الاهم، انا لما باجي اقر واقع ما ينفعش تيجي تقول لي الاهلي بمن حضر فاستغنى عن فكره حقوقك. المفترض البطوله دي يكون فيها تكافؤ فرص. ما فيش تكافؤ فرص من اول بطوله، واحنا ارتضينا كده كاتحاد افريقي وكممثلين للاتحاد الافريقي كانديه بتشارك في البطوله دي ان انت بتلعب من دور قبل الدور النصف النهائي اللي بيلعب فيه بطل امريكا اللاتينيه وبطل اوروبا. لكن لما اجي اقول ان في تعارض للمواعيد وان التعارض ده اثر على الفريق، انا هنا بارسي قواعد وبطالب بحقوق. ما ينفعش تيجي تنتزع مني حقوق عشان تقول لي الاهلي بمن حضر. يعني هو الطبيعي ان انا العب بدون لعيبه الدوليه، ولو اتكلمت تقول لي هو انت مش بتقول الاهلي بمن حضر؟ انا بقول الاهلي بمن حضر، لكن ده لا يتعارض اطلاقا اطلاقا مع اني بطالب بتكافؤ الفرص. نقط بس مهمه حابين نركز عليها عشان البعض مش فاهم يعني ايه الاهلي بمن حضر. اما بالنسبه للتحكيم، وما ادراك ما التحكيم؟ يمكن
انا قناعاتي الشخصيه كنت شايف ان طرد ايمن اشرف طرد غير مستحق. من وجهه نظري كان فيه صراع على الكره، كان فيه صراع على الكره، وكان ايمن اشرف داخل لا استخدم سن الحذاء ولا استرزات ولا استخدم اي سلاح في لغه التحكيم، لا كوع ولا ركبه. تستحق فاول، تستحق فاول وانذار، لكن فكره ان انا 10 ثواني عند تقنيه الفيديو واجي اخد قرار بطرد مباشر لايمن اشرف، انقسمت الاراء. طيب كره احمد عبد القادر انقسمت الاراء، بس على الاقل الجميع اتفق على ان في عرقله. العرقله دي بقى من على خط ال 18 او من خارج خط ال 18 او ان تقنيه الفيديو كانت المفترض تاخد وقت اطول من كده، ده ما حصلش. لكن حكم الساحه نفسه ما شافش اصلا الواقعه، وما شافش ان الكره في خطا لصالح احمد عبد القادر واضح جدا، ما شافش سواعد مش كوع ساعد بينضرب في وجوه لاعبي النادي الاهلي اكتر من مره تستحق انذار مش طرد، انذار عشان نكون كلامنا بس واضح. ومفيش الانذارات دي بتخرج. ماشي قلنا مفيش مشكله، عدينا من مباراه بالميراس نلاقيه كمان في مباراه تحديد المركز الثالث. هتقول لي ما مصطفى غربال حكم مباراتين لفريق الجزيره الاماراتي ما كانش عليه اي تحفظات. انا عندي هنا في تحفظ واضح جدا في حكم طرد ليا، طرد ليا لاعب وتغاضى عن عرقله واضحه فيها شك بنسبه كبيره جدا انها ركله جزاء، مش هاكد عليها، لكن على الاقل العرقله كانت واضحه غير عدم منح انذارات لفريق بالميراس. فهنا لازم اتحفظ. وليه كمان لازم اتحفظ؟ لان انا عندي نقطه ثانيه، ما احنا بدانا ندور في تاريخ الحكم ده. هو للامانه الناس بتقول ان هو حكم كتير في الدوري السعودي، لا هو حكم مباراتين فقط لا غير في الدوري السعودي، لكن في مباراه من حوالي سنتين كانت بتجمع بين الهلال والاهلي وحصل فيها حاله جدل، اصلا الشارع السعودي نفسه اتكلم عنها، وهي مباراه الهلال والاهلي ركله جزاء لمسه يد واضحه على جمز مهاجم الهلال، استدعاه حكم الفار بعد ضغوط من لاعبي الاهلي بالظبط، خد 10 ثواني عند تقنيه الفيديو ورجع قبل ما يدخل خط المرمى. ده طبعا كان ضغوط لاعبي الهلال عليه ان هو يرجع لتقنيه الفيديو، راح شاف بالظبط 10 ثواني وهو بيرجع قبل ما يوصل لخط الملعب كان بيشاور لا ما فيهاش حاجه بالزبط. يعني انت المفترض انت متحمس ليه كده؟ لانك ما تحتسبش الكره ركله جزاء من لمسه يد واضحه. هنا من وجهه نظري لازم يكون عندنا شكوك، ولازم يكون عندنا مخاوف، ولازم يكون عندنا تحفظ على حكم المباراه. انا عندي تحفظ على اساسا اشياء كتير في تنظيم البطوله منها ده. يعني كليمنت الحكم الفرنسي اتكلمنا بشكل واضح عن بعض الأخطاء في مباراة الأهلي أو بعض التحفظات، ولكن أنا بكلمك بالعقل. أنت عندك قلنا كريس بيس الحكم الأسترالي مرشح لتحكيم النهائي، عندنا رابليني الحكم الأرجنتيني، البعض بيقول إن هو مصاب. طب مصاب ما استدعيتش حد غيره ليه؟ يعني فكرة إن أنت حكم هيحكم لك أكتر مباراة، أيضا سيزر راموس الحكم المكسيكي حكم من أكتر من مباراة، غربال حكم أكتر مباراة. طب أنا عايز أفهم، هو في مشكلة إن أنت قبل البطولة توسع قاعدة الحكام؟ ما هو الموضوع غريب جدا، أنت ليه بطولة عاملها بين عدد من الأندية محدود تقدر تستخدم طقمين ثلاثة حكام من كل قارة، أو تخلي عندك عدد على الأقل أنت ضامن إن مفيش حكم تكرر فيه إعادة مباريات في تحكيمها، وانت مع ذلك بتصمم ان الحكم يدير ماتش واتنين ورا بعض؟ يعني الموضوع غريب جدا. والبعض النهارده يطلع يقول اصل انتوا بتتكلموا في نظريه انا ما اتكلمش في نظريه المؤامره، انا بتكلم في ان فهمني ايه اللي يدعو ان انت تعمل ده. يعني اذا كان الاهلي نفسه لما تكرر له في الدوري حكام، احنا طلعنا قلنا كده عندك الحكام الدوليين مريحين، ليه بتكرر الحكم؟ اذا كان منطق انا طبقته على الاهلي نفسه، يبقى تقول لي نظريه مؤامره؟ الموضوع مش طبيعي. مش طبيعي بمعنى ان الحكم، انا ما بتكلمش الماتش بكره عندنا تحفظات قلناها على المباراه اللي فاتت، والماتش بتاع يوم السبت ان شاء الله احنا نتمنى الحكم يطلع افضل حد، ولكن انت ليه اصلا تزنق نفسك كاتحاد دولي في ان احنا نشوف ده؟ كل شيء غريب جدا. حتى مباراه بالميراس انا ما زلت مصمم ان دي مشكله كبيره جدا، ان انت تتيح لفريق عارف انه هيلعب نص النهائي فجمهوره يروح يحجز التذاكر ويكون مستعد، وانا ما يكونش عندي نفس الفرصه او نفس الرفاهيه اجي في مباراه الهلال تقول لي لا استنى لما المباراه تخلص عشان قادر. ايه يا جماعه ده؟
يعني ايه اللي بيحصل في بطوله كاس العالم للانديه؟ الموضوع لو ببساطه انت عايز بطل اوروبا يلاعب بطل امريكا الجنوبيه، خلاص ما تخليها ارجع بقى زي الانتر كونتيننتال اللي كانت بتتلعب زمان، وخلي بطل امريكا الجنوبيه يلاعب بطل اوروبا، وريحنا احنا من الصداع ده، بدل ما انت واخدنا كده تدور البطوله كلها لمصالح معينه او لخدمه فرق على حساب فرق. يعني انا حسنا فعل موسيماني، وللامانه برضو بزكي تصريح المدرب بتاع الهلال اللي اكد نفس الفكره، وان البطوله فيها اشياء كتير جدا غير منطقيه وغير عادله. ده كان كلامنا عن التحكيم، ولكن ايا كان وضع التحكيم زي ما اتكلمنا كمان عندنا التاريخ. التاريخ ما يا جماعه لا يجتزا، ودي وجهه نظري ان التاريخ لا يجتزا. بمعنى ايه؟ ما تجيش النهارده انت تيجي تقول لي اه النهارده النادي الاهلي ظروفه افضل فنيا، عنده لعيبه اكتر، النهارده الهلال في وضع احسن فنيا، ده وارد، انما في تاريخ وفي مواجهات مباشره رحنا معاها في امم افريقيا لما كنا بنتكلم عن منتخب مصر، والنهارده نقدر نروح لها عشان نعرف ان احنا قد نتخوف من الهلال فنيا، ولكن نظل نحترم النادي الاهلي ونقول ان هو له تاريخ قصاد اي فريق سواء في افريقيا او خارج افريقيا. مواجهات الاهلي والهلال 4 مباريات، 2 فوز للنادي الاهلي، 2 تعادل، سجل 4 واستقبل 2، ولم يخسر النادي الاهلي في تاريخه امام الهلال السعودي. ويا رب يا اسامه نكمل على كده. ان شاء الله. بذكريات احمد فيليكس وبذكريات احمد نخله، ان شاء الله يكون لنا ذكريات يوم السبت المقبل. احمد فيليكس مباراه مع جيل تالق فيها المكوك كابتن ياسر ريان مع هادي خشبه وكشري وكابتن احمد شوبير في حراسه المرمى وكابتن هشام حنفي. كانت لا لا المباراه الاولى كانت مباراه لاحمد فيليكس، كره تسديده من كابتن هشام حنفي، احمد فيليكس بشماله حطها في الدعيه حارس مرمى فريق الهلال ومنتخب السعوديه وقتها. التقينا ايضا في مباراه شهيره جدا، هي المباراه التي سميت بالهدف القاتل، اسرع لاعب في مصر او في بطوله عربيه خلص المباراه. كابتن احمد نخله نزل في الاكسترا تايم، اول لمسه كان بيسجل هدف انهى المباراه، وما خدش وقت كتير، كان نازل في الدقيقه 7 من الشوط الثالث. نتمنى باذن الله بذكريات احمد نخله وبذكريات فيليكس، ان شاء الله يكون لنا ذكريات مع احمد عبد القادر، مع حسين الشحات، مع محمد شريف، مع اي نجم من نجوم النادي الاهلي. عندنا كلام كتير ولكن بعد الفاصل. ورجعنا لكم، والاهلي في المونديال وان شاء الله مباراه مهمه جدا امام الهلال. امام الهلال عندنا ثقه وعندنا كبرياء، مهما كانت النتيجه هنفضل نساند، هنفضل نأيد، هنفضل سعداء ان رغم الظروف دي لعبنا على البرونزيه. ولكن كمان عندنا واقع، عندنا واقع يا اسامه بيقول ان نحترم الهلال، نقدره، نديه قدره، وهنتكلم في قد ايه هو قوي، ولكن كمان في جانب اخر لازم نكون موضوعين واحنا بنناقشه. احنا اكيد بنحترم كل الفرق كعهدنا يعني في مواجهات النادي الاهلي، ولا نستهين باحد ولا نضخم من احد على حساب النادي الاهلي. في النهايه شفنا مباراه قويه جدا في شوطها الثاني بين الهلال وتشيلسي، وكان فعلا مباراه عظيمه لفريق الهلال امام تشيلسي، ولكن احنا ايضا قدمنا مباراه شوط ثاني عظيم امام بالميراس البرازيلي، وكنا الاقرب، ولكن التوفيق ما كانش هنا ولا كان هنا. وجهه نظر الشخصيه، وده بعيدا والله عن فكره ان احنا هنا في قناه النادي الاهلي، انا بشوف ان المركز الثالث والرابع هو النهائي المستحق لبطوله كاس العالم للانديه هذا العام، ولكن فريق الهلال ظهر بصوره كويسه جدا، يعني عمل صفقات كويسه جدا، ولكن ترتيبه ايه في الدوري السعودي ولقاءاته كانت شكلها ايه عشان نبقى عارفين برضو المنافس هل هو فعلا يعني لا يقهر ولا الامور في المتناول والقصه 50-50. ممكن نستعرض ترتيب الدوري السعودي عشان نشوف ترتيب فريق الهلال هذا العام. لعب 17 مباراه والاتحاد هو في المركز الاول 18 مباراة، الشباب لعب 20، النصر 19، يعني خلينا نتكلم بينه وبين المتصدر اللي هو الاتحاد مباراة. فاز 8 مباريات، اتعادل 7 مباريات، خسارة 2، جمع 31 نقطة، فارق 13 نقطة بينه وبين الاتحاد. هنفترض هيفوز المباراة الفارقة اللي هي الفاصل بين الاتحاد والهلال، هيكون فارق 10 نقاط. إذن الأمور مش بعيدة. انت في النهايه النادي الاهلي بطل قاره افريقيا، انت في النهايه تصنيفك في فبراير 26 متصدر التصنيف الافريقي والعربي،
لكن عندك ظروف، بالتأكيد عندك ظروف، عندك غيابات، غيابات مؤثرة جدا. كل الدعم بالتأكيد لمركز حراسة المرمى ولكابتن علي لطفي، ولكن لما تقول أنا الشناوي أفضل حارس في القارة داخل القارة حرفيا غايب، لا ده تأثير كبير وكبير جدا. لما تقول أكرم توفيق أفضل باك رايت في القارة غايب، ده تأثير وتأثير كبير جدا. لما تقول بدر بنون، لا تأثير كبير جدا. المحترف الثاني بيرسي تاو الأكثر قيمة شرائية وسط الفريق بعد أليو ديانج غايب، أنت عندك أربع لعيبة مؤثرين جدا. في فرق لو غاب عنها لاعب بتتأثر. الأهلي بمن حضر بالتأكيد، ولكن احنا أيضا لازم نكون موضوعيين ونكون شايفين أن المواجهة اللي صعبها يا فارس هي فكرة الغيابات اللي احنا افتقدناها في البطولة دي. ده أسامة لسه كنت بقول النهاردة، حرفيا المباريات اللي زي دي محتاج تدخلها بكل اللي انت قلته ده مش موجود، وتبقى حظوظك ساعتها كمان 50-50. فتخيل كل اللي قال لكم عليه أسامة ده انت بتفتقده، ومع ذلك احنا عندنا ثقة رغم اللي احنا هنقوله لكم. الهلال عنده محترفين، ماريجا، هيونسو، كاريلو، وبيريرا، دول لاعبين كانوا موجودين اوريدي في الفريق. طيب الفريق بيتعثر في الدوري، ايه اللي حصل؟ استقدام لاعبين مهمين جدا، اهمهم محمد العويسمي الاهلي ب5.5 مليون ريال، وعبد الاله المالكي من الاتحاد. هنا بقى اوديون ايجالو من الشباب بحوالي 3 مليون اورو، واوديون ايجالو كان لاعب واتفورد الانجليزي سابقا. وهنا بقى الاغرب، ميشيل ديلجادو من فلامينجو بحوالي 7.5 مليون اورو. ولكن القصه في ايه؟ ان ميشيل ديلجادو الماتشين اللي لعبهم الهلال في كاس العالم للانديه هو تقريبا شارك لدقائق معدوده. اللاعب ده جاي منين؟ جاي من فلامينجو البرازيلي. جايب كام؟ جايب 7.5 مليون يورو. 7.5 مليون يورو يعني اعلى من اي لاعب في الدوري المصري او افريقيا. 7.5 مليون يورو، واللاعب ده ما بيشاركش لان المحترف اللي موجود جوه الملعب يمكن فنيا بيدي اضافه اكبر. اذا انت لما تبص على الصوره الكليه وتلاقي لاعب مع فلامينجو مشارك في ما يقرب من 20 هدف في الدوري البرازيلي بس، وما بيشاركش في بطوله زي دي لان اللي موجود بيقدم اداء يمكن افضل، لا هنا لازم تقول انت عندك فريق اوريدي اللي عنده محترفين مميزين جدا، وكمان جاب تدعيمات اكبر. فاذا انت في ظل الظروف هو ده الحاجة الوحيدة بس والله اللي أنا متخوف منها، غير كده أنا كنت بقيت داخل المباراة بثقة أكبر. ومع ذلك ثقتي التامة إن إحنا لو أحسننا التعامل مع المباراة بكرة، وفي رأي محمد عبد المنعم لو موجود بكرة هيفرق جدا إن شاء الله. محمد عبد المنعم أنا عايز أقول خلي عندك ثقة، أنت لاعب لعبت على كل المهاجمين في إفريقيا. ماريجا مع احترامي ليه كان في فترة كبيرة جدا من سنوات خارج المنتخب، مهاجم قوي وممكن يمثل خطوره شديده جدا علينا، بس انت كمان لاعب عندك ثقه، ده مهم جدا. واتمنى حمدي فتحي يلعب ورا مع ياسر ابراهيم، واتمنى عبد القادر يكون جاهز بنسبه 100%، لان اعتقد العناصر دي لو موجوده احنا ان شاء الله نقدم مباراه على الاقل نكون راضيين عنها ان شاء الله. وخلينا بما انك كلمت نستعرض ممكن تشكيل من وجهه نظري ونظرك تشكيل المباراه. وبالتاكيد علي لطفي في حراسة المرمى، الثلاثي اللي في خط الظهر هيكون حمدي فتحي، هيكون محمد عبد المنعم أفضل يعني سنتر باك في أمم أفريقيا الماضية موجود في المنتخب، وعلى شماله ياسر إبراهيم، الوينج الرايت وينج باك هيكون محمد هاني وعلي معلول، دول الخماسي اللي وراه متفقين عليه. أليو ديانج وعمرو السولية الثنائي أكيد متفقين عليه. الثلاثي الأمامي أنا وجهة نظري الشخصية أحمد عبد القادر، محمد شريف، وليد سليمان. أنا بشوف إن وليد سليمان بيعيد اكتشاف نفسه في بطولة كأس العالم للأندية. حتى لو مش هيقدر يلعب المباراة كاملة، أنت عايز تبدأ، أنا محتاج وليد سليمان بخبراته، بقدرته على استخلاص الكرة، بقوته الدفاعية، بقوته الهجومية. من وجهة نظري الشخصية بشوف إن وليد سليمان لابد أن يتواجد في هذا المكان لمدة 60 دقيقة على حسب ما يقدر يروح بلياقته البدنية. هل أنت مختلف؟ أنا سبت وليد سليمان للآخر لأن أنا عارف إن ممكن يكون في مركز اختلاف عليه، ناس هتقول طاهر، ناس هتقول حسين، لكن أنا بروح لوليد. أنا هقول طاهر لسبب الالتحامات الثنائية، الصراعات البدنية، الاستامينا اللي أنت محتاجها في بداية المباراة، والورك ريت العالي جدا. دول لو مش موجودين عندك بنسبة 100% عند كل اللعيبة في أول نص ساعة يبقى عندك مشكلة. طاهر واحمد عبد القادر لازم يدافعوا، محمد شريف لازم ينزل،
وليد سليمان لاعب مهم جدا. اعتقد نتيجه الشوط الثاني لو انت قدرت الشوط الاول واستهلكت الورك ريت وبدات الاستامنه تقل عند الهلال والشوط الثاني انت نازل 0-0 ونزلت وليد سليمان، هبقى متفق معاك جدا. اذا احنا متفقين ان وليد سليمان ممكن ياخد شوط من المباراه طبعا. انت ممكن شوط ثاني شوط اول، في النهايه انا لازم هنا القي باسم وليد سليمان، مهم جدا المركز ده. وليد سليمان نرجع ثاني ياخد وقت، لان عشان نكون واضحين عندنا مشكله في اللعب على المرمى، فلازم يكون عندي لعيبه بتلعب على المرمى. احمد عبد القادر لما نزل ماتش بالميرس كان بيسدد على المرمى، يمكن الكره اللي سجلها محمد شريف كان تسلل بحاجه بسيطه، ولكن راجل شرس على المرمى، بيعمل الاختراقات، بيعمل المراوغات. وليد سليمان عنده نفس الشراسه، هو برده اللي لعب كره وجات في العارضه، فبالتالي محتاجين يكون وليد سليمان في المكان ده. لعيبه ممكن تكون مش موفقه، فممكن تكون يعني على الدكه بعض الاوقات، فاحنا كده متفقين. بس هي فكره طاهر وليد سليمان، نتمنى التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. عندنا كلام طبعا كتير هنقوله بكره، كان عايز لقطه انا اتكلم فيها بيتم تناولها في الاعلام الرياضي. احنا كلنا اشدنا بمنتخب مصر، اشدنا بقوه بمنتخب مصر، كنا سعداء للغايه بمشوار الوصول للنهائي، وكنا خلف الفريق تماما، لكن رفقا باسم مصر. دي الصوره لمحمد صلاح كابتن منتخب مصر. يعني لو كان في بعض الانتقادات وجهت لمحمد صلاح في اوقات من البطوله، اعتقد الصوره دي بتوضح قد ايه محمد صلاح ما زال عايش اجواء خساره اللقب. لان محمد صلاح كابتن منتخب مصر عارف كويس قوي ان البطوله اللي انت حاصل فيها على 7 نجوم، لما تيجي تخسرها يكون في حاله حزن، خاصه لما يكون المنتخب اللي فاز بيها هو اللي هيواجهك في تصفيات كاس العالم واول مره يحصل عليها. فرفقا بنجوم منتخب مصر اشدنا بيهم، لكن موضوع اللقاءات يا فارس الصحفيه، ونجيب لاعب نبدا نقول التفاف واجيب اللاعب اساله اقول له انت عايز مين افضل، انت عايز اللاعب اللي في الاهلي الافضل ولا اللاعب في الزمالك، فاللاعب غصب عنه هيقول اللاعب اللي انا بتمرن معاه فيجي يقول لك ايه، واللاعب نفسه قال له انت هتمشيها لي اهلي وزمالك ليه. فامور تم معالجتها من وجهه نظري بشكل في تحفظ من الاعلام الرياضي، واكيد لك برضو تدلو بدلو حاجه. لا انا متفق، بس عندي تخوف تاني. انا كنت بشوف المنظر بتاع تريزيجيه، صلاح دلوقتي، محمد عبد المنعم، كتير جدا من اللاعبين وشكل البادي لانجوج بتاعتهم، حمدي فتحي شكل مشاعرهم، كنت بقول دي التيرنينج بوينت بتاعت الماتش بتاع السنغال رايح جاي. اللي حصل والنشوه وان احنا كاننا ما قصرناش وان الدنيا تمام، ده خوفني على مباراه السنغال ورجعني نفسيا للتخوف اللي كان عندي قبل ما نلعب نهائي كاس الامم. اتمنى تخوفي ما يكونش مظبوط. اتمنى لاعبي منتخب مصر ياخدوا صوره محمد صلاح اللي طبعا تم استقباله النهارده من جماهير ليفربول افضل استقبال، وكلوب بيحاول يستعيد نفسيه محمد صلاح مره اخرى وحذر جدا في التعامل معاه. نتمنى لعيب منتخب مصر اللي كانوا بيقولوا مش هنسيب حقنا يكون ده على ارض الملعب، هو مش بالكلام ولا بعبارات رنانه. عندنا كلام كتير بكره ان شاء الله في الاهلي في المونديال قبل مواجهه الاهلي والهلال. كل التوفيق للنادي الاهلي، نشوفكم على خير، والاهلي دائما منتصرا، الاهلي فوق الجميع.